الأهلي يهزم الإسماعيلي بهدف تام ويبدأ العد التنازلي لإعلانه بطلا رسميا للدوري. خمس نقط بس فاضلين للاهلي من ست مباريات بعد الفوز اليوم على الاسماعيلي ويحسم لقب الدوري. هدف لتاو النهارده بعد غياب طويل عن التسجيل في الدوري وتجربه بعض اللاعبين كانت ابرز ايجابيات الاهلي، ولكن تبقى السلبيه الاكبر المستمره هي اضاعه الفرص السهله امام المرمى. ده الاهلي، اما الاسماعيلي بقى في موقف لا يحسد عليه في منطقه خطر جدا بعد خساره اليوم. مباراتين فاضلين في منتهى الصعوبة أمام الداخلية والاتحاد. تخيل الإسماعيلي ممكن يهبط، ده حتى التخيل ما تقدرش عليه. يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. مباراه كبيره من حيث الاسماء. احنا نتحدث عن الاهلي والاسماعيلي، هي مباراه كبيره من حيث المبدا. الاهلي اليوم يفوز على الاسماعيلي 1-0، هدف لبيرسي تاو في الشوط الثاني بعد شوط اول ما كانش جيد قوي لا من الاهلي والاسماعيلي، وان كان الاهلي كان سيطر على معظم مجريات المباراه باستثناء فتره ما بعد الهدف لبيرسي تاو حاول فيه الاسماعيلي انه يمسك الكوره وانه يعمل هجمات. الهدف امام حضراتكم، وبص بقى سيرجيو اكل اللي واقف ورا الجول دوت، انا مش عارف كان بيعمل ايه او دماغه وديته لفين او بيفكر في ايه او عمل ايه، كل حاجه غلط في الكوره دي من سيرجيو اكل. يعني هو كان واقف بره تقريبا بيراقب الموقف، عارف انت اللي هو ايه، الناس اللي بتقف الناس اللي بتقف على الشط دي تراقب الناس اللي بتعوم، هو كان واقف بره تقريبا بيراقب اللي بيحصل. طبعا هو الموقف قانوني غلط جدا، هو تصور انه لما يقف بره كده هيبقى فيه تسلل على الاهلي، بس ده طبعا الكلام ده اتلغى والكلام ده مش صح والكلام ده ما ينفعش يطلع من لعيب كوره. وان كان بالمناسبه يعني سيرجيو اكا واحد من افضل لاعبي الاسماعيلي هذا الموسم عشان برضه ابقى امين يعني، بس الموقف غريب جدا وهدف استحقه النادي الاهلي، كان الافضل على مدار ال 90 دقيقه، وان كانت الفرص السهله ما زالت علامة استفهام وعلامات تعجب كثيرة جدا بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. بس هقول لك حاجة بصراحة، النادي الأهلي يعني أقول إيه، لعيبة النادي الأهلي مش عايز أقول شبعوا عشان دي كلمة برضو كليشيهية ودمها تقيل، بس خلاص أنت بعد الفوز ببطولة أفريقيا، بعد حسم بطولات زي السوبر والكاس، قريب جدا من حسم الدوري، الدوافع بقت قليلة، وده اتكلم عنه النهاردة مارسيل كولر بالمناسبة في المؤتمر الصحفي. الدوافع قلت بطبيعة الحال، فالراجل بيعمل ايه مارسيل كولر؟ كل شويه يدخل لك اربع خمس لاعبين مش من التشكيله الاساسيه يلعبوا، يمكن عندهم دوافع ان هم يظهروا بشكل كويس. بس انا متفهم فكره انه نفسيا الموسم بالنسبه للاعيبه النادي الاهلي خلص، بس هو فعليا او عمليا لا لسه ما خلصش، انت ما حسمتش الدوري. ادام فارق النقاط يسمح لبيراميدز انه يلحقك فانت لسه ما حسمتش الدوري. ده اللي فهمه مارسيل كولر، ومن المفترض انه يفهمه اللاعبين، ومن المفترض اكيد ان الجماهير فهماه. دي من زاويه، من زاويه تانية ان مارسيل كولر عايز يريح لعيبته. ما انت لما تحسم الدوري لو قدرت تعمل ده في المباراتين القادمتين، الاهلي فاضل له خمس نقط وعنده الاتحاد والزمالك، فاز بالمباراتين خد الدوري، تعثر في واحده منهم هيتاجل فوزه بالدوري، وبالتالي راحه اللاعبين هيتاجل شويه بشويه. فهو الراجل مارسيل كولر عايز يخلص، عايز يخلص. النهارده الاهلي ضيع فرص برضه زي مباراه فيوتشر، فرص كتير جدا، بتمسك كوره بتستحوذ بتوصل للمرمى لكن ما بتعرفش
تسجل لولا كوره بيرسي تاو لما خرج النادي الاهلي منتصرا. ده بالنسبه للنادي الاهلي. الاسماعيلي حكايته حكايه. الاسماعيلي حكايته حكايه والصعوبه بتزيد. الاسماعيلي الان يتبقى له مباراتين، مباراه مع الداخليه منافس رئيسي في صراع الهبوط، يعني اللي هيكسب المباراه دي هينجو الى حد كبير، واللي هيخسر هيزعل، هيبقى موقفه خطير جدا قبل المباراه الاخيره. فمباراه الاسماعيلي والداخليه مباراه حاسمه للفرقتين سواء الاسماعيلي او الداخليه. عنده بعد كده مباراه جماهيريه صعبه جدا، هي مباراه الاتحاد اخر مباراه للاسماعيلي في الدوري. فانت بتتكلم موقف متازم للاسماعيلي في منطقه وصراع الهبوط. اه صحيح اللي فارق مع الاسماعيلي انه في اكتر من فريق اخر بيصارعوا الهبوط. انت عندك طلائع الجيش، عندك سيراميكا كليوباترا، عندك فريق انت بتتكلم طلائع الجيش وسيراميكا كليوباترا وغزل المحله والداخليه وحرس الحدود خلاص هبط والاسماعيلي موجود في الصوره. فانت بتتكلم في عدد كبير من الفرق اللي بتصارع الهبوط. الاسماعيلي في موقف صعب. الاسماعيلي في موقف صعب. طب هتقولي المباريات المتبقيه للفرق اللي بتصارع الهبوط عشان نعرف الوضع عامل ازاي. يلا بينا. بص يا سيدي، السيراميكا كليوباترا موجود في المركز ال 12 ب 34 نقطه، فاضل له بيراميدز وانبي. صعبه. انبي في افضل احواله، بيراميدز طبعا برضه في افضل احواله. نادي الاسماعيلي عنده 34 نقطة برضه، فاضل له الداخلية والاتحاد السكندري، وكلمتكم على المباراتين دول. طلائع الجيش عنده 33 نقطة، فاضل له أسوان وهو منافس صعب برضه في صراع الهبوط، وبيراميدز اللي في أفضل أحواله. أسوان فاضل له طلائع الجيش والداخلية. الاتنين بيصارعوا الهبوط، فمشكلة كبيرة لأسوان. والداخلية فاضل له الإسماعيلي وأسوان، وغزل المحلة فاضل له البنك الأهلي وحرس الحدود. حرس الحدود هبط خلاص، ممكن تبقى اخر مباراه بالنسبه لغزل المحله الى حد ما سهله، وان كان برضو لما تلعب مع فريق ما عندوش حسابات بتبقى المواجهه صعبه جدا. والبنك الاهلي اللي بيصارع الهبوط. الامور بالنسبه احنا لينا نتحدث عن الاسماعيلي تحديدا، هو الاسماعيلي يهمنا مصلحته، غزل المحله يهمنا مصلحته، سيراميكا كليوباترا، طلائع الجيش والداخليه وكل الفرق بطبيعه الحال. بس الواحد يا جماعه الاسماعيلي ده التاريخ، التاريخ طبعا الكوره ما بتعترفش بالتاريخ ولا حاجه. يصعب عليك الذكريات السعيده مع الاسماعيلي والكره الحلوه والممتعه واللاعبين الكبار، بس في نفس الوقت الاسماعيلي زيه زي كل فرق الدوري قادر باقدام لاعبيه انه يبقى، يا اهلا وسهلا ونفرح للاسماعيلي. ما قدرش يبقى اللي قدر نقول له برافو عليك ببساطه شديده. طيب تعالوا نروح ليه المؤتمر الصحفي لمارسيل كولر بعد هذه المباراة، عشان فيها أو في هذا المؤتمر الصحفي كلام مهم جدا من مارسيل كولر، نشوفه ونرجع نكمل كلامنا. Ich habe das in der Pause angesprochen und dann war zweite Halbzeit war besser provoziert, war besser umgesetzt auch und klar, am Schluss ist dann hektisch geworden wieder, weil wir einfach auch noch zu wenig Ruhe. الماتش في المباراه مش هتكون سهله، وده اتاكد في تاثير المباراه. الشوط الاولاني برده كان عندنا صعوبات، الشوط الاول احنا صعبنا في الجيم على نفسنا، كنا بنلعب بطريقه شويه محتاجين نخترق ما بنتحركش كتير. الشوط الاولاني عدى بدون ما نعمل كل اللي احنا عايزينها والتراخي اللي انا بتكلم عنه. فبين الشوطين اتكلمت مع لعيبه ازاي ان احنا نغير ده. نزلوا الشوط الثاني كانوا احسن شويه، كان حاول ان هو يكون في ازعاج اكتر للمنافس، في حركه اكتر، في محاولات اكتر واختراق اكتر. جبنا جون بعد كده، بدات بعد اخر المباراه اصابتنا حاله بتيجي كل فتره كده من التسرع في وقت المفروض ان انت تبقى هادي اكتر. التسرع ده بيتسبب ان انت تفقد الكره كتير، فبيبدا المنافس ياخد الكره يبدا يخلق عليك محاولات او يحاول يروح، فده بيخليك تخسر جهد، في حين ان انت وانت هادي بتبقى محتفظ بالكره، المفروض بتنقل الكره تكون هادي بالكره. ده احنا افتقدناه في اخر المباراه وده هنتكلم فيه، لان ده لازم نتحسن فيه في الفتره الجايه احسن من كده. Ja, Hamdi war natürlich ein wichtiger Spieler in dieser Saison. Er ist jetzt aber nicht mehr da und andere Spieler, die spielen anders als er. Hamdi طبعا بالتاكيد كان لاعب مهم جدا معانا وكان ليه دور كبير معانا الموسم ده في كل الادوار اللي كان بيعملها، لكن كل لعيب حاله مستقله. انا ما احبش ان انا اقارن لعيبه ببعض، اللعيبه اللي موجوده بتادي وانا بحاول كمدرب ان انا اطلع من كل لعيب احسن ما عنده.
وان المجموعه كلها تبقى متسقه مع بعضها، لكن كل لاعب ليه مميزاته وكل لاعب ليه سماته الخاصه، كل لاعب حاله فرديه لوحده. فانا ما بقارنش عمري لعيبه ببعضها او اقارن حد بحد، كل واحد ليه ادوار وانا بشوف الادوار ومميزات كل لاعب وابدا ان انا اوظفها في مصلحه الفرقه. لكن انا مش مجال ان انا اقارن حد بحد، واحنا قادرين ان شاء الله ان احنا نلعب ماتشات كويسه. Und wir müssen uns verstärken, wir müssen neue Spieler holen, suchen, aber da ist jetzt aktuell noch nicht so weit, dass wir da schon Verpflichtungen bekannt geben können. احنا فرقه كبيره واي فريق كبير لازم بيعمل تدعيمات عشان يقوي نفسه، ومحتاجين ان احنا نقوي نفسنا دايما طول الوقت، وده سمات كل الفرق الكبيره. لكن احنا ما قررناش اي صفقات او ان احنا ما خلصناش مع اي لاعب عشان نتكلم في النقطه دي. Ja, das ist natürlich sehr wichtig, gerade wenn man so viele Spiele hat, so viele Meisterschaften und Turniere spielt, dann ist wichtig, dass man natürlich auch rotieren kann. Das geht nicht, dass fast immer die gleichen spielen, weil irgendwann bist du müde und das haben wir jetzt auch gesehen. طبعا مهم جدا التطوير، انا بشوفه من اساسيات الكوره، بالذات مع فرقه بتلعب ماتشات كتير جدا زينا وعندها بطولات كتير بتشارك فيها في وقت واحد، فلازم يبقى كل الفرقه جاهزه. ما اقدرش ان انا اعتمد على عدد معين بس من اللعيبه، والا هيجي في لحظه من اللحظات هيبقى اللعيبه دي هتنهار بدنيا وذهنيا ونفسيا، فلازم ان انا دايما ببقى بغير فيهم طول الوقت، وان انا اخليهم كلهم على مستوى متقارب عشان اقدر ان انا اقدر اعدي بيهم كل المراحل دي او البطولات دي كلها. احنا شايفين بعد دوري الابطال مثلا، بطوله دوري الابطال اثرت بعد الفوز بالبطوله، اثر ذهنيا على لعيبه كتير، ان بدات الدوافع تقل شويه، بدا يحصل استرخاء شويه، فبتبقى محتاج تدوس على نفسك كمدرب او كمان كلعيب ان انت تطلع من الحته دي، وان انت تجيب مستواك وتجيب دوافعك عشان تقدر تجيب احسن ما عندك. وده اللي بيساعدنا فيه دايما برضو التدوير، ان الدوافع بتتغير، اللعيبه بتشارك. عشان كده كمان مهم ان انا طول الوقت اللعيبه دي معايا بقى لها 10 شهور كلهم بيتمرنوا معايا نفس التدريبات كل يوم، مهتم بكل اللعيبه زي بعض بالظبط، بحيث ان انا اي لعيب بيتحط مكان لعيب تبقى المنظومه شغاله. اللعيب بينزل اللي نازل عارف امتى بنضغط، امتى بنرجع، امتى بنلعب طويله، امتى بنلعب القصيره، كل ده خلاص اللعيب حافظ المنظومه بتاعتي لانه معايا 10 شهور ومهتم بيهم كلهم زي بعض، كله بيشارك، بحيث ان احنا طول الوقت نقدر يبقى عندنا فرقه كامله جاهزه طول الوقت، ما يبقاش في تاثير مع غياب اي حد. يا كلار، aber es gibt keine Mannschaft, die jede Torchance verwertet. Und ده طبعا بيضيع جهد، لكن مفيش فرقه في العالم بتجيب كل الفرص اللي بتجيبها. Und wir schießen viele Tore, wir sind auf dem ersten Tabellenplatz und wir haben trotzdem noch viele Torchancen. طبعا ده بيحتاج عشان خاطر ان احنا نجيب جوان اكتر، احنا لغايه دلوقتي طبعا الحمد لله احنا في المركز الاول في الدوري، يعني متصدرين الدوري، اقوى هجوم، اكتر ناس بتخلق فرص، لكن بنضيع جوان كتير. ده بيحتاج جزء منه تركيز، شراسه، هدوء امام المرمى، وجزء منه بيبقى تدريب كمان، ان الواحد يدرب اللعيبه اكتر على ده. لكن لما بيبقى كل 48 ساعه بتلعب ماتش، يعني ماتش وبعدين يومين وبعدين ماتش، بيبقى وقت التدريب بيقل كده كده، فبيبقى الفرصه ان انت تحسن اللعيبه في الامور دي بتقل شويه. لكن احنا بنحاول قدر الامكان نشتغل معاهم في الوقت القصير ده، ان احنا نحسن الحاجات دي وان احنا نكون اكتر هدوءا، اكتر شراسه وتركيز قدام الجول. Bin aber auch froh, dass wir uns viele Möglichkeiten herausspielen, weil das heißt auch, dass wir uns Torchancen herausspielen. Aber klar, als Trainer auch oder die Spieler auch wären sicher auch selber froh, wenn wir noch mehr Tore schießen würden. Und das ist. لكن أنا أكيد كمدرب برضه من الناحية التانية سعيد جدا بكم الفرص اللي بنخلقها، لأن ده بيبين برضه الشغل اللي إحنا بنعمله، إن هو بيخلينا نوصل لجون كتير. لكن وأكيد ده برضه اللعيبة حاسة بيه. اكيد هيسعدني اكتر ان الفرص دي تبقى اكتر منها اهداف، ونفس الشيء بالنسبه للعيبه. زي ما قلت لحضرتك محتاجين تركيز اكتر امام المرمى وشراسه اكتر، هنقدر نجيب جوان اكتر من كده. طيب، يعني كلام مهم، وتحدث مره اخرى مارسي الكرة عن اضاعه الفرص السهله، قال انه بعض الامور لها علاقه بالتركيز وبعض الامور لها علاقه بالتدريبات، وانه ما فيش وقت طبعا ضغط المباراه ما يخليش انه يحصل تعديل للاخطاء دي، بس هي مشكله اعتقد الاهلي هيحلها الموسم اللي جاي بلاعبين جدد تحديدا في الناحيه الهجوميه يكون عندهم فعاليه اكبر من اللاعبين الجيدين اللي موجودين دلوقتي. يعني انت متخيل الاهلي يعني عايز يعلي على نفسه، هو الاهلي افضل خط هجوم في الدوري، افضل خط هجوم في البطوله الافريقيه، بس هو عايز يعلي على نفسه الموسم اللي جاي عشان لما يوصل بهذا الكم من الفرص يقدر يسجل اهداف كتير. طيب، النهارده المباراه كان فيها بعض الحالات التحكيميه بين قوسين بنقولها دايما مثيره للجدل، يعني فيها اختلافات، في ناس تقول لك
جول لمسة يد، في ناس تقول لك أصل كان في أوفسايد. يعني دايما في مباريات كده يحصل فيها إثارة للجدل في التحكيم في اختلاف الآراء. طيب أنا رأيي إيه في الحالات اللي حصلت النهاردة، الحالات المثيرة للجدل في مباراة اليوم؟ أنا ماليش رأي كالعادة في هذا الأمر، أنا لا أتحدث عن الحالات التحكيمية في وجود الكابتن الكبير كابتن جهاد جريشة خبيرنا التحكيمي الكبير. كابتن جهاد مشرف ومنور. كريم صباح الخير عليك وعلى كل مشاهدينك. أخبار حضرتك إيه؟ كله بخير؟ كله زي الفل الحمد لله. قول لي رأيك إيه في الأداء التحكيمي في مباراة اليوم، مباراة الأهلي والإسماعيلي؟ إحنا بنجيب الحالات على طول ونتكلم، أنا مش بتكلم على الحالات. أه يلا بينا. يلا. يلا نجيب أول حالة يا جماعة، ركلة جزاء شك فيه ركلة جزاء ليه الإسماعيلي الدقيقة 21. تمام، رامي ربيعه دخل الكره لما طولت من لاعب الاسماعيلي، بدات الكره بين رامي وبين لاعب الاسماعيلي، وبالتالي الاحتكاك اللي حصل ده يا كريم احتكاك فير تشالنج، مفيش اي مخالفه من رامي، لا في دفع ولا في مسك ولا في عرقله، ورجل رامي كانت سابقه كمان رجل اللاعب الاسماعيلي، وبالتالي استمرار اللعب. كان قرار صحيح من الحكم ومراجعه صحيحه من الحكم الفار، واللعبه مش فرق الجزاء. حلو، كابتن احمد غندور يكسب اول حاله. نشوف اللي بعدها على طول، ادي الحاله بس بنوضحها اللي بعدها. ده الجول بتاع الاهلي يا كابتن جاد. جول بتاع الاهلي، بس نوضح بس لمشاهدينا ان اللعيب اللي بره الخط ده في القانون يعتبر على خط المرمى. وبالتالي هو لما وقف بره الخط متخيل ان هو كده مش مغطي. هو اللعيب نفسه لما خرج بره الخط كده متصور مش مغطي. لا، هو انت وانت بره الخط وانت اللي خارج بارادتك، ده معناه ان انت واقف على خط المرمى، وبالتالي انت مغطي بيرسي تاو باثنين لعيبه لحاله المرمى واللعيب اللي هو المدافع الاسماعيلي، وبالتالي هدف الاهلي هدف صحيح ومفيش اي تسلل، ومراجعه صحيحه من حكم الفار. تصرف غريب جدا من لاعب الاسماعيلي سيرجي اكا بصراحه. هو لاعب محترف المفروض يبقى فاهم في القانون دي. وحتى لو مش محترف يعني المفروض لاعب يكون الحاجات دي قصه الف ب تحكيم يعني. طبعا. طيب اللي بعدها، دي الكره اتحسبت فاول على الاهلي وانذار مش طرد، عشان كان اللاعب الاسماعيلي كان بيطالب بطرد. ليه بقى؟ هي عناصر فرصة، هي هو بيتكلم على عنصر عناصر فرصة محققة. احنا متفقين يا كريم لو نقلت العناصر فرصة محققة عنصر واحد من الأربعة هننزل من الكارت الأحمر للكارت الأصفر. العنصر اللي قال لي إيه في اللقطة دي؟ طبعا السيطرة موجودة، التوجه للمرمى موجود، المسافة موجودة. الحاجة الوحيدة اللي قلت عدد المدافعين، عدد المدافعين كان في مدافع تاني النادي الأهلي موجود مع نفس الخط، وبالتالي بيقلل الفرصة المحققة تنزل بالكارت الأحمر للكارت الأصفر، وقرار صحيح من الحكم في الملعب بكارت أصفر ومراجعة صحيحة من حكم الفار، وبالتالي كان انذار وركله حره صحيحه، والركله الحره دي مهمه عشان هي اللي جايه منها الهدف بعد كده، فبيتكلم انها ركله حره صحيحه عشان اللقطه اللي جايه بعد كده من الركله دي. يلا نشوف اللقطه اللي بعد كده، لقطه هدف الاسماعيلي الملغي. هي دي بقى لقطه المباراه يا كريم، احنا دايما بنتكلم على لقطه المباراه اللي نتكلم عليها كتير بقى، لان انت بتتكلم الحكم في الملعب احتسب هدف المساعد، مفيش تسلل، وفعلا مفيش تسلل. الحكم في الملعب احتسب هدف، مفيش لمسه يد، لعيبه الاهلي كان بيطالبوا بلمسه يد، مفيش لمسه يد. في لما اروح بقى الحكم الفي ار يجيبني، انت المفروض تبقى جهاز للحكم لقطه واثنين وثلاثه، وتبقى مجهز له، حتى لو هجهز لقطه تقطع الشك باليقين. اللقطه اللي انت جبتها له دي اسمها بنسميها في الفار بنسميها لقطه خادعه. الكره لما تتحط قدام الايد وتصورها من يمه الايد، اوتوماتيك هتبان لك في الصوره ان الكره لمسه في الايد. لكن انا باللقطه دي لازم الحكم يطلب، حتى لو الفار ما جابلكش اللقطه دي، انت بتلغي هدف قرار كبير. لازم تقول له هات لي لقطه ثانيه اشوفها اتاكد ان في لمسه يد. هو ما جابش الا لقطه واحده وخد بيها، اللقطه دي طبعا خادعه. في لقطه ثانيه التلفزيون، ان المره دي اللعبه دي بقى الاخراج التلفزيوني بريء منها. يعني عندك لقطه واضحه جدا، الايد اليمين ما جاتش فيها الكوره، الايد الشمال ما جاتش فيها الكوره، الهدف صحيح، الغاء طبعا غير صحيح، وقرار خطا بالغاء هدف الاسماعيلي الصحيح. مفيش لمسه يد كانت في اللعب. طيب كابتن جهاد، سؤالي ليك، انا عارف ان انا سالته لك قبل الهوا، بس هكرره عليك تاني عشان الساده المشاهدين يسمعوه. يعني هل من الضروري او هل في حاجه في اللائحه او بروتوكول الفار انه ضروري ان الكره تتعاد من اكتر من زاويه، ولا ممكن من زاويه واحده وخلاص؟ لا، هي زاويه واحده لو الامور واضحه. لكن انا بتكلم على لقطه، لما تيجي اللقطه دي لقطه خادعه، فانا كحكم انا هاخد القرار، لان انا مسؤول. انا اول ما وصلت للفار انا اللي بسوق، انا الحكم بقى اللي بقى دلوقتي الفار بقى عامل مساعد بالنسبه لي. هقول له لا، اللقطه دي ما توضحليش. لو عندي اللقطه دي بقى، يعني انا لو حكم فار وعندي اللقطه دي بس، استحاله استدعي فيها حكم، واستحاله اقول له تعالى شوف ان في لمسه يد. اللقطه دي ما تاكدليش ان في لمسه يد، ولا تنفيها، يعني لا تاكد ولا تنفي. اقول لك حاجه بصراحه يا كابتن جهاد، انا بحس ان الحكم لو خد قرار في الملعب، يعني مثلا كابتن احمد غندور احتسب الهدف في الاول، بحس ان الحكم مش احمد غندور بس، معظم الحكام لو الفار ندهلهم
فدخله الشك في قلبه فيقول لك ايه، لا يا عم ادام الفار شافها انها تسلل ولا لمسه يد ولا، انا رايح دماغي وهتتحسب على الفار. يا كريم انت لما رحت للفار انت اللي بتسوق دلوقتي، انت بقيت انت اللي قائد اللقطه، انت اللي تقول خلاص الفار الرايه. انت لازم انت تبقى عندك قناعه، وقناعه شفتها بعينك. اللقطه دي لا يمكن يبقى عندي قناعه بيها، اللقطه دي تحكيميه لا يمكن انا كحكم او حكم في ار اسال بقى حكم واقول له تعالى اتفرج عليها، ده اللقطه دي في لمسه يد. لازم اجيب لقطه ثانيه توضح تماما ان في لمسه يد. اللقطه اللي ورا الجون موضحه تماما ان مفيش لمسه يد، الكره في الرجل ما جتش في اليد تماما، وبالتالي بتتكلم على هدف صحيح تم الغاءه النادي الاسماعيلي. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيمي الكبير، عايز بس قبل ما اختم معاك شايف مين من الحكام المصريين دلوقتي على مستوى الحاله الفنيه الجيده، مين قادر على اداره مباراه الاهلي والزمالك القادمه؟ هو حاليا في ثلاثه مش غالبا مش هتخرج منهم المباراه. الافضل فنيا حاليا ومعنويا وبدنيا وكل حاجه الفتره دي بدون ترتيب، يعني مش شرط انا بقول ترتيب ان هو بالترتيب، لا بدون ترتيب، محمد معروف، امين عمر، محمد علي، الثلاثه ومحمود البنا برضه حط معاهم محمود البنا رابع. الاربعه اي حد فيهم قادر ان يقود المباراه تحكيميا. وبنتكلم برضه اهميه حكم الفي ار في المباراه زي اهميه الحكم، فمش هتخرج الفار من حد من الاثنين، يا محمود عاشور يا محمد عادل، لو ما خدش حكم في الساحه هيبقى موجود معانا في الفار. الاثنين دولت مش هتخرج منهم حكم الفي ار، لان الاثنين دولت الاتحاد الافريقي بيعتمد عليهم اعتماد كبير من مصر، واحنا لازم نعتمد عليهم في المباراه دي، وده توجه رئيس اللجنه دايما يروح للي بيتم اعتماده عليه في المحافل الدوليه، فمش هيلاقي اكثر من الاربعه دولت بيتم الاعتماد عليهم في المحافل الدوليه. صحيح. كابتن جهاد جريشه خبيرنا التحكيم الكبير، انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله وكل هذه التوضيحات المهمه كالعاده. طيب نروح لاخبارنا. رحل برونو سافيو عن النادي الاهلي اخيرا، او فرصه انه يرحل عن النادي الاهلي وعاد لفريقه البوليفي السابق اللي جه منه للنادي الاهلي. طيب برونو سافيو قبل ما يمشي خد من الاهلي بجانب المستحقات اللي خدها قبل كده 500,000 دولار عشان يوافق على الرحيل لنادي اللي هو نادي بوليفار البوليفي. خد 500,000 دولار غير مستحقاته اللي خدها قبل كده. بص انا هقول بس الكلام اللي هحاول يبقى موزون، يعني كل فرق العالم ساعات بتقع منها صفقه، كل فرق العالم تجيب لعيب تبقى فاكره ان هو هيكسر لك الدنيا قوي قوي، بيقع منك وتبقى دافع فيه فلوس كتيره قوي، وحصلت في نجوم عالميه كبيره وعظيمه وكل شيء يعني كتير، يعني تجيبه وتاخد فيه مقلب وحش، ماشي نصيبك كده، كان حلو في فرقته بس لما جبته ما ممشيش مع فرقتك. بس انا نفسي اطلب طلب مش للاهلي بس، ولا للزمالك ولا للاسماعيلي ولا للمصري ولا اي نادي في مصر، يا جماعه كفايه برازيليين، يا جماعه البرازيلي الحلو، البرازيلي الاصلي، عارف انت برازيلي اصلي، البرازيلي الاصلي ده مش هيجي يلعب في الدوري المصري، مش هيجي يلعب في الدوري المصري، وغالبا قليلين اللي هيجوا يلعبوا حتى في المنطقه العربيه، قليلين. هيجي يلعب فين؟ هيجي يلعب بره في اوروبا، يعني لما يخرج من بلده في البرازيل هيروح يلعب في اوروبا، هو البرازيلي بيبقى عايز كده، ده الطريق، ده اللعيب الكويس البرازيلي. ادام وقع من اوروبا يبقى ده مش برازيلي اصل، يبقى ده اتساوى مع رؤوس ويبقى اقل من الرؤوس كمان الثانيه. فبلاش بلاش يا جماعه، انسوا البرازيليين خلاص، انا مش بقول برضو عشان برونو سافيو بس، لاي لاعب في مصر، يعني لما تيجوا تشتروا من بره بلاش، في افارقه، في لاتينيين بس مش لازم يبقوا برازيليين او ارجنتينيين، يعني ممكن تقعد تلف لفه حلوه بس ما تجيبش برازيلي عشان يبقى اسمك جبت لعيب برازيلي وخلاص، ما نفعوش. انا مش فاكر لعيب نفع في الدوري المصري غير كينو اللي كان جايب كاسر 10 مليون دولار، انت جايبه برضه برقم كبير، اللي كان بيلعب في بيراميدز، ده بس يعني اللي كان كويس، غير كده ما فيش يعني. طيب معانا عبر الهاتف الان واحد من اهم وابرز الاسماء الكبيره في تاريخ النادي الاسماعيلي، الكابتن الكبير كابتن احمد العجوز مدير الكره بالنادي الاسماعيلي. يا كابتن احمد مشرف ومنور. الله يخليك يا كريم وحبيبي، كل سنه طيب. وانت طيب دايما وبخير. النهارده الاسماعيلي نتحدث عن وضع اصبح متازم اكتر بخساره اليوم امام النادي الاهلي، مباراتين فقط يفصلون النادي الاسماعيلي عن انتهاء الموسم، ويبقى الاسماعيلي في منطقه للاسف بنقول كده في منطقه خطر. طبعا خليني احيي حضرتك واحيي جماهيرك، انما طبعا انا حد من الاخر، لان النادي الاسماعيلي ان شاء الله مش في خطر، النادي الاسماعيلي باذن الله بفضله لعبته
فضل جماهيره وفضل تاريخه موجود ان شاء الله باذن الله. انما احنا بنتكلم في مباراه النهارده طبعا مبروك الاهلي 3 بونت، انما احنا عرض لغو فوت بلاي، احنا لينا جول ما اتحسبش، ده براه كل المحكمين اللي اتقال لنا ان الفار ما عادش الجول غير من زاويه واحده، قال لنا ان حكم الفار اتوقف، حاجات كتير يعني النهارده خسرتنا بونت. يمكن كان مين يا كابتن مين يا كابتن احمد قال لك ان حكم الفار اتوقف؟ انا مش عارف، انا سمعت كده. ما ملحق يعني اكيد ما لحقوش ياخدوا قرار. لا 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 لا، سمعت ان اخدوا قرار ان حكم الفار اتوقف. قال لنا كده، طبعا انا ما شفتش ومش متابع طبعا ان احنا لسه في الباص. انما طبعا حتى لو اتوقف انا ما سمعتش حاجه. طبعا. انا خسرت 2 بونت وخلاص يعني. حتى احنا ما اعترضناش على التحكيم، الكابتن احمد الفندور كان ماشي كويس. انما اللي اتقال لنا ان الكوره تعادت من زاويه واحده. الاحادات اللي احنا شفناها كوره ما فيهاش اي هاند بول. حتى لو جت في رجله بعد كده في ايده ماشي، انما المنطق والعقل بيقول لو جت في ايد حد مش هتروح بالقوه دي الجول. طيب. فبالتالي يعني كابتن احمد كابتن احمد على بعض الصفحات وبعض المواقع في كلام منسوب لمحمد حسن انه بيعترف ان الكوره جت في ايده، هل سالته هل الكلام ده صحيح اصلا ولا كلام خاطئ؟ يعني ممكن يكون اللي اتنشر كلام خاطئ يعني. انا سالته، انما جت في رجله وجت في ايده، فاهم انت؟ جون برضه يعني الناس كلها شايفاه كريم. هو انت لعيب يعني اصدق واحد انما طبعا ما بيبقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد هو محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب، ما دي بقى في قانون الكوره كله. يعني احنا بنتكلم، احنا ما بنعرفش حاجه في القانون. اللي بنمتحن فيه وبناخد الرخص عليه ما بنعرفش حاجه، احنا سايبين القانون لاهل القانون. القانون بيقول ان الكوره من رجل اللاعب لايده ما فيهاش حاجه. لان هو التشريع هيعمل ايه؟ الكوره قريبه هيعمل ايه؟ انما انا بكلمك في منطق الكوره، بمنطق واحد لاعب كوره كابتن كريم. طبعا. ان الكوره تروح بالقوه دي لا يمكن تبقى جت في ايده. مش ايده بس يعني، مستحيل تبقى في ايده بس، صح؟ لا اتفق معاك او ايده الاول، ايده الاول هتنزل. انت فاهمني؟ لو جت ايده الاول هتنزل تحت. انما لما تيجي ولمست ايده ما فيهاش مشكله، انما لما انت تعد الكوره من زمان، حتى مع اعاده التلفزيون يعني احنا شفناها اعاده التلفزيون. انت فاهمني؟ في الملعب الكوره ما فيهاش اي حاجه خالص. ده غير حاجات ثانيه مشكوك فيها طبعا، احنا ما نعرفش لان ما شفناش حاجات ثانيه. انما انا ما اعرفش ليه بيتعامل مع الاسماعيلي كده، الاسماعيلي اكبر من كده بكتير يا جماعه، الاسماعيلي محتاج امانه في كل حاجه. يعني الاسماعيلي بتاريخه باللي قدمه لمنتخب مصر من لعيبه ورموز ولعيبه مصر كلها. لا ما ينفعش، الاسماعيلي اكبر من كده بكتير. وبعدين الناس بتلومنا اما بنتعصب ونتنرفز او بنحتج في الاعتراض، الناس بتوقفنا وبتيجي علينا. لا طب بقى نعمل ايه؟ طب انا انتوا بتاخدوا حقكم مني، طب مين يجيب لي حقي؟ اتحاد الكوره مش المفروض لما بياخد حقه مني كمدير كوره ولا كمدير فني ولا 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 يجيب لي حقي؟ هتجيب لي حقي ازاي؟ ما هو برضه يا كابتن احمد يعني بص انا هقول لك بصراحه يعني هو دلوقتي انا طبعا نلوم على اتحاد الكوره ونلوم على لجنه الحكام ولازم الحكام يبقوا متطورين ويبقوا افضل حال وكل شيء كويس، بس انا دلوقتي كاتحاد كوره او لجنه حكام هعمل ايه بعد الخطا دوت؟ يعني هقدر اراضي الاسماعيلي ازاي؟ يعني ما يعني انا بحط نفسي مكان اتحاد الكوره اللي انا وانت نعترف ونقتنع انه في اخطاء كبيره جدا على مدار سنوات ماضيه في تطوير التحكيم، بس لما نيجي في موقف زي ده حتى لو الاسماعيلي ده حق انا اتحاد الكوره اقدر اديك حقك تاني ازاي من غير عقاب الحكم؟ يعني انا اقدر اعاقب الحكم، هعمل ايه اكتر من كده؟ بص يا كابتن كريم اتفضل. انت الفار ده اما جبته عشان تحيي العداله بين كل الفرق. لما اجي اعيد من زاويه واحده، وده حصل كتير خلي بالك. الموضوع ده حصل كتير. انا اسميه ايه؟ انا ما ينفعش اسميه غير تدليس. انت فاهمني؟ في كل المواقف. مش حد باسمه او حد بعينه. اي حد بيعمل ده يبقى تدليس. انت فاهمني؟ وده ليه عقوبه. انت فاهمني؟ انما انا النهارده تسالني عن رايي الشخصي، انا راضي جدا. انا ده لعبتي. رجولته في الملعب اثرهم ان هم ما يخسروش. انت بتلعب فرقه بطل افريقيا ترتيبه الاول في الدوري، انما انت كنت بتدي فرصك ليك فرص اكتر من فرصه خطيره تحقيق الجهاز الفني اللي يظهر المباراه على اعلى مستوى. مباراه بنبني عليها زي ما بقول لك
باذن الله اخوان بالله بتاريخ النادي الاسماعيلي بجماهيريته ببطولاته بلاعيبته. النادي الاسماعيلي ان شاء الله يبقى موجود في دوري ممتاز ونبدا ندي على دوري راجع الاسماعيلي زي ما كان ان شاء الله وزي الناس كلها بتتمنى الاسماعيليه باذن الله. انما انا رساله بقول لك يعني الله يسامح اللي كان السبب في النادي الاسماعيلي ده وصيله. انا عمري ما اتحزمت على حد انما ما اتحزم عليه لان النادي الاسماعيلي ما يستاهلش ده من اي حد بيحب النادي الاسماعيلي بجد. النادي الاسماعيلي اكبر من كده بكتير ويعني فاضل بعد المولى عز وجل على ناس كتير قوي فرطت في حال النادي الاسماعيلي. كابتن احمد العجوز مدير الكره من النادي الاسماعيلي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. وزي ما قلت لحضراتكم مره اخرى الاسماعيلي فاضل له مباراتين في منتهى الاهميه امام الداخليه وامام الاتحاد السكندري. طيب النهارده بوردو الفرنسي اعلن التعاقد مع السنغالي اليو باجي قادما من نادي اميان الفرنسي في صفقه وصلت قيمتها حوالي 3 مليون يورو ده بحسب تقارير صحفيه فرنسيه. الاهلي هيستفيد من بيع باجي الى بوردو لانه كان وضع بند 20% من نسبه اعاده البيع في عقد اميان وبالتالي الاهلي هيستفيد تقريبا بحوالي 600,000 يورو من الصفقه. واحده هنا بس عايز اقول حاجه على اليو باجي. اليو باجي لما انضم للنادي الاهلي وقت بيتسو موسيماني كان مهاجم كبير، رحل من النادي الاهلي التركيه ثم الاميان ثم البوردو دلوقتي وهو لاعب ومهاجم كبير. تخيل لو اليو باجي كان استمر مع النادي الاهلي كان الوضع هيبقى عامل ازاي؟ انتوا فاكرين طبعا اليو باجي مشي ليه والمشكله كانت فين وان موسيماني ما كانش عايز اليو باجي وانه كان عنده مشكله صحيه مع اليو باجي فالراجل مشي رغم انه كان الاهلي ممكن يستفيد منه استفاده كبيره خاصه في مشاكل هجوميه كبيره في النادي الاهلي بس هي حكايه وخلصت. طيب مارسيل كولر بحسب معلوماتنا هنا في رقم 10 أعطى، ركز معايا في المعلومة دي، أعطى موافقته بالفعل على انضمام إمام عاشور للنادي الأهلي قبل مواجهة فيوتشر. يعني مارسيل كولر قال للقائمين على النادي الأهلي أيوة أنا عايز إمام عاشور. في تحفظ من بعض مسؤولي النادي الأهلي على الصفقة. في مع يعني انتوا عارفين الاسباب وعارفين الحكايه والاسباب جماهيريه وخلافه. بس خلال الساعات اللي فاتت حدث تواصل مع امام عاشور وقالوا له ما تستعجلش في التوقيع لنادي بيراميدز عشان ممكن خلال الساعات القادمه نتحرك بشكل رسمي مع ميتلاند للتعاقد معك وحسم الصفقه. تمام. الاهلي قال لي امام عاشور احنا مش هنخش في مزاد مع حد، لو انت عايز تنضم للنادي الاهلي هنبعت بشكل رسمي لميتلاند ونخلص الصفقه. طيب بحسب معلوماتي امام عاشور رغبته الاولى لانضمام لنادي الزمالك والعوده لنادي الزمالك وده ما حصلش. لا الزمالك حب يخش تاني بنفس الفلوس اللي اشترى او باع بيها امام عاشور انه يدفعها تاني ويرجع امام عاشور، يعني الزمالك ما خدش خطوات جديه في هذا الامر، ولا حس بحسب تصريحات نادي الزمالك ان امام عاشور عنده الجديه في العوده لنادي الزمالك. فالزمالك مفيش زمالك لحد دلوقتي، خد بالك قصه امام عاشور دي فيها متغيرات كل يوم. الرغبه الثانيه هي النادي الاهلي وليس بيراميدز. النادي لا يعني امام عاشور لو مش هيرجع الزمالك هيبقى عايز يرجع يروح النادي الاهلي. الثالثه بيراميدز، يعني لو مفيش زمالك واهلي ممكن يروح بيراميدز. امام عايز يروح النادي الاهلي لو مش هيروح نادي الزمالك، بس بيراميدز هو الاكثر جديه، زي ما بيقولوا كده بين قوسين هو اللي فلوسه حاضره. هو اللي موافق على كل طلبات ميتلاند، هو اللي ما عندوش مشاكل في اي طلبات في ميتلاند. مش هيخش في ميتلاند انتوا عايزين ايه؟ 1 2 3 بقى خد. بس امام مش رغبه اولى عنده انه يروح بيراميدز. دي الحكايه بتاعت امام عاشور، وارجعك للجمله الاولى اللي قلتها لك، مارسيل كولر ايوه طلب انضمام امام عاشور للنادي الاهلي، ايوه في تحفظات من بعض الناس في اداره النادي الاهلي على ضم امام عاشور، من بعض مش كل، من بعض الموجودين في الاهلي على ضم امام عاشور. الموضوع هيخلص لحد فين؟ الله اعلم، بس يبدو انه الاهلي دخل مره اخرى بشكل في جدية أكبر في قصة إمام عاشور. وتاني
وتالت ورابع وألف، عشان انتوا كل يوم بتسمعوا الكلام ده. انا مره اقول لك الاهلي، واللي جنبي يقول لك زمالك، واللي جنبي الناحيه الثانيه يقول لك بيراميدز. هي فيها متغيرات، هي دي المفاوضات عاديه، يعني ده اللي بيحصل. يعني زي اي لاعب كبير في العالم كل شويه يقول لك ده يروح ريال مدريد، فجاه تلاقيه في باريس سان جيرمان او في بايرن ميونخ، بتحصل فيها تحولات طول الوقت. ده بالنسبه لامام عاشور. النهارده النادي الاهلي ودع حمدي فتحي بعد انتقاله الى فريق الوكره القطري، وقال له عبر حسابه الرسمي الاهلي، قال لحمدي فتحي عبر حسابه الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي: شكرا على كل شيء يا حمدي. وحمدي فتحي من ناحيته قام بتوديع النادي الاهلي عبر حسابه الرسمي ايضا، وقال شكرا للنادي الاهلي وشكرا جمهور النادي الاهلي العظيم، فخور اني كنت جزء صغير من كيان كبير وعظيم، اشكركم على حبكم ودعمكم اللانهائي، ربنا وحده يعلم كنت بموت نفسي علشان بحب الكيان العظيم ده وجمهوره الكبير، وبتمنى ليكم كل التوفيق فيما هو قادم مع نادينا العظيم، وتفرحوا الجماهير زي ما احنا متعودين. دي صوره في الوكرة القطري النهاردة حمدي فتحي. طيب مارس كولر بعد المباراة الماضية، بعد مباراة فيوتشر، أبدى غضبه تحديدا، هو أبدى غضبه من معظم اللاعبين بس أكتر شوية أحمد الكندوسي، عشان كندوسي ما عملش التعليمات اللي كان عايزها مارسيل كولر، ويعني شوية قال له تلعب بجدية أكتر مش برعونة. في رأيي كندوسي هو لاعب جيد، وأكيد مارسيل كولر عايز بسرعة كندوسي يبقى نسخة من حمدي فتحي، بس ده مش هيحصل على طول. بس كندوسي لاعب جيد، مع فريقه السابق كان لاعب جيد، ذكي، رجله حلوة على الجول، أكيد محتاج شوية وقت، وأعتقد أن مارسيل كولر لو عنفه أو كان غاضب منه فده عشان يبقى أفضل في الفترة اللي جاية، وأعتقد كندوسي هيبقى ليه دور كبير الفترة اللي جاية مع النادي الأهلي. نروح لنادي الزمالك. واحد من المتألقين الرائعين مع المنتخب الأولمبي في الوقت الحالي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة هو محمد شحاتة، لاعب منتخبنا الأولمبي. محمد شحاتة أبدى موافقة مبدئية على الانتقال إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية، لاعب وسط رائع جدا. الزمالك من ناحيته هيبدأ التحرك لإتمام الصفقة مع طلائع الجيش، ده بعد ما أوسوريو أعطى الضوء الأخضر للتعاقد مع شحاتة وهو لاعب واعد جدا. طيب طيب يعني ممكن أستأذنكم يا جماعة زملاء عشان بيقولي حاجة على الكابتن جهاد جريشة فيما يخص الهدف اللي سجل اليوم للإسماعيلي وألغي، نحاول نجيب الكابتن جهاد جريشة تاني يقول الكلام ده، وهو قال لي كلام مهم جدا يقوله معانا على التليفون. طيب خبر آخر بالنسبة لنادي الزمالك، أحمد مصطفى زيزو طلب من إدارة الكرة بالنادي حسم موقفه من العروض الحالية المعروضة عليه لضمه أو للانتقال لأي من هذه الأندية في الموسم الجديد. بص، زيزو عنده عروض خليجية وعنده عروض أوروبية. الزمالك من حيث المبدأ يرفض طبعا رحيل زيزو، بس يبدو أن الأرقام المعروضة على زيزو هي أرقام كبيرة، أرقام اللي معروضة لضم زيزو للنادي الزمالك، يعني الزمالك هياخد أرقام كبيرة. زيزو ممكن يمشي من نادي الزمالك في نسبة، في نسبة بس قليلة مش كبيرة. الأقرب أن زيزو يكمل مع الزمالك، في نسبة أنه يرحل، في نسبة ولو صغيرة أنه يرحل عن نادي الزمالك، ده برضو الكلام الواضح جدا. طيب الكابتن أحمد عجوز منذ لحظات مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي قال لنا أنه محمد حسن قال أن الكرة خبطت في رجله وبعد كده في إيده ودخلت في المرمى وبالتالي تتحسب عادي جول. أنا بصراحة شكيت، يعني برضو ما حبيتش أفتي وأقول حاجة في القانون، عشان أعتقد المهاجم لو عمل كده والكرة لمست إيده وتسببت في هدف أعتقد يلغى الهدف، بس برضو عشان ما بحب شفتي في الحالات التحكيمية رجع لنا مرة أخرى الكابتن جهاد جريشة. كابتن جهاد، ماذا بعد هذا الاعتراف من محمد حسن أن الكرة لمست رجله بعد كده إيده بعد كده دخلت المرمى؟ بالنسبة لنا ولا بالنسبة للصورة التحكيمية ولا بالنسبة للقرار؟ لا بالنسبة، يعني الصح ايه؟ يعني هي تحسب ولا ما تحسبش؟ يا كابتن كريم، احنا بنتكلم على صورة. انا مش هروح اسال اللعيب، واللعيب حتى لو قال، انا بتكلم على صورة تحكيمية. لا 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 كابتن جهاد معلش، انا اسف للمقاطعة. طب اتفضل. يعني هو في كل الاحوال اللي انت قلته من شوية ده صح 100%. انا بتكلم على صورة تحكيمية. اللي انت قلته ده صح 100% انه الحكم ما راحش يتفرج على كذا حالة. بالظبط.
تمام. احنا بنتكلم لو حصل والصوره قدامي قالت لي ان الراجل الكره جت في رجله وجت في ايده ودخلت هدف، أيوة. يلغى الهدف وركله حره مباشره، ده قانون. لكن انا دلوقتي يا كابتن يا كريم انا بتكلم على صوره تحكيميه. الصوره دي حتى لو الحكم راح سال اللاعب، انا ليا صوره قدامي، صوره شايفها بعينيا، الصوره اللي بتقول يعني انا على سبيل المثال عواد لما لعب الكره في نص الملعب بايده، واللاعب اللي كان قريب منه الافريقي ما شافش اللعبه، راح اسال اللعيب انت شفت عواد ما لعبش كره بايده، همشي ورا اللعيب عشان قال كده. كابتن ده مش تحكيم. التحكيم يا كابتن كريم الصوره اللي قدامي بتقول ان مفيش لمسه يد. اللاعب ده على فكره في لعب الكوره وكده ممكن يقول لك انا جات الكوره في ايدي، والصوره مش موضحه. ده انا هتكلم على صوره كابتن كريم، لا انا بتحكيم على صوره. كابتن جهاد واحده انا كده متفهم جدا، وانت 100% صح. فكره انه ما كانش ينفع يشوف اللقطه من صوره واحده او من زاويه واحده، ده كلام مظبوط، لا من الفار ولا من حكم الساحه الكابتن احمد غندور، ده خلاص احنا اتفقنا عليه. تمام. انا بكلمك بقى هنا على وخلاص، يعني كده في خطا تحكيمي. انا بكلمك بقى هضيف لك خطا على الخطا كمان. ده انا استحاله كحكم في ار استدعي حكم في لقطه انا مش متاكد من القرار. مفهوم. يعني انا دلوقتي القرار اللقطه اللي جبتها له دي لا يمكن اثبت بيها لمسه يد ولا يمكن انفي لمسه اليد. مفهوم. طيب قانونيه انه اللاعب يلمس الكره برجله وبعد كده ايده وتخش الشبكه دي لا مباشره تحتسب ركله حره مباشره طيب. ويلغى الهدف لو حصل كده، لو الصوره قالت كده همشي في كده، ما فيش مشكله خالص. طيب معلش عشان انا عايز افهم برضو، مش في حاجه في القانون بتقول الكره لو لمست في رجله وفي ايده خلاص، ولا انا فاهم غلط؟ لا بص يا كريم. اللاعب اللي بيحرز هدف لو ليه الكره لمست ايده قبل ما يحرز هدف مباشره حتى لو بدون تعمد يعاقب عليها. يعني حد القانون بيقول كده، لو الكره لمست، لو انا بحط جون والكره لمست من رجل ايدي من راس الايدي حتى لو ايدي في وضع طبيعي وبدون تعمد يعاقب عليها. لكن ارجع لك هقول لك على الصوره اللي قدامي بتقول هدف. الصوره اللي قدامي ما اقولش ان انا يعني مع احترامي للعيب ومع احترامي يا جماعه اللي بيتقال ده كلام ما ينفعش في قانون وما ينفعش في تحكيم. مش حاجه اسمها كده في التحكيم يا كابتن كريم. انا برضو على انا بتكلم على لقطه تحكيميه يا جماعه، اللي بيحلل لقطه تحكيميه مش هيحصل للعيب، اللعيب عمل ايه يعني قدامي صوره واضحه بتقول ان الهدف صحيح. تمام. كابتن جهاد جريش انا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخله. طيب انا هشرح لكم الكابتن جهاد مصمم على ايه والتصميم بتاعه صحيح. هو الكابتن جهاد قال ان الهدف ده هدف صحيح طبقا لايه؟ طبقا للصوره اللي هو شافها بعد كذا اعاده تلفزيونيه. فده راي تحكيمي، يعني هو راي محترم سواء صح او غلط، بس هو الراجل استند على عدد من اللقطات وانتقد فكره انه الحكم خد قراره بالغاء الهدف بعد ما بص على زاويه واحده، فده غلط. وعنده حق في نقطة تانية، أنا ما أقدرش أعتمد على اللاعب، يعني ما يعني اعتراف اللاعب وحده لا يكفي إلا لو حالة ورده واضحة. ليه؟ ما هو ممكن يفرض اللاعب ده مثلا، طبعا مليار في المية يعني محمد حسن مش عايز يغرق الإسماعيلي لما بيقول إن هي لمسة إيدي، مليار في المية. بس ما هو في لاعب تاني مثلا ممكن يبقى لا أنا والله طب هقول بقى إنها جت في إيدي مثلا، مش في الحالة دي، في أي حالة تانية. فما ينفعش الحكم أبدا يعتمد على مجرد اعتراف اللاعب. بس كون إن اللاعب اعترف إن الكرة جت في رجله وبعد كده في ايده، فالكابتن جهاد برضو وضح انه اصبح الهدف غير صحيح طبقا لقانون اللعب. واكيد كلنا هنصدق محمد حسن، عشان محمد احنا ما شفناش الصوره بنسبه 100%، بس محمد حسن لاعب مخلص الاسماعيلي، لاعب من افضل لاعبي الاسماعيلي هذا الموسم، وبالتالي هو اكيد مش هيقول حاجه كذب يعني تضر الاسماعيلي حتى لو معنويا كده النتيجه محسومه. فهو الراجل اعترف والقانون بيقول انه الهدف غير صحيح طبقا لما قاله كابتن جهاد جريش. انا هنا لا اقول رايي ابدا فيما يخص حالات تحكيميه دائما وابدا، يعني حالات التحكيميه لخبراء التحكيم سواء قالوا بقى صح او ولد وجهه نظرهم صحيحه او خاطئه، هم مسؤولين عن هذا الامر. محمد عبد الغني مدافع الزمالك على وشك الرحيل عن نادي الزمالك. محمد عبد الغني عنده 3 عروض جات له في الفترة الأخيرة، 3 من مين؟ أندية تقيلة يعني. بيراميدز، فيوتشر، الاتحاد. لسه ما حسمش أمره، واللاعب في الوقت الحالي بيدرس كل العروض عشان يشوف الأفضل للموسم الجديد طبعا بعد العرض على نادي الزمالك. عرفنا في رقم 10 إن مسؤول اتحاد الكرة بالنسبة لمباراة القمة
بين الأهلي والزمالك يوم الخميس القادم اللي هتقام يوم 13 يوليو هتبقى فيها حضور جماهيري بشكل طبيعي مثل باقي مباريات الدوري. هيبقى فيه 3000 مشجع للأهلي، 3000 مشجع للزمالك. أتمنى يبقى أكبر شوية بس يعني نمشي حالنا، يعني تمام صوت جماهير في المدرجات ولو 1000 هيبقوا حلوين، بس طبعا يا سلام. فاكرين ماتشات الأهلي والزمالك لما كانت المدرجات عن آخرها؟ إن شاء الله ده يحصل في القريب العاجل إن شاء الله. نروح بقى لمنتخبنا الأولمبي. روجيرو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي اشترط على اتحاد الكرة أنه يخوض مواجهات ودية قوية مع منتخبات تأهلت بالفعل إلى الأولمبيات. ميكالي بدأ يجهز مع اتحاد الكرة الوديات، وتحديدا اختار البرازيل، فرنسا، أوكرانيا، أمريكا. تاني برازيل، فرنسا، أوكرانيا، وأمريكا. راجل مش بيهزر. وبالمناسبة يا جماعة عشان نلعب أولمبيات محترمة، عشان نبقى شكلنا حلو، عشان محدش يجي يقولك إيه إحنا انكشفنا لما رحنا لعبنا على المستويات دي، ما إحنا هننكشف عشان إحنا ما بنلعبش المستويات دي إلا في البطولات الكبيرة. طيب مش هننكشف إمتى؟ لما يحصل احتكاكات قبل الأولمبيات مع منتخبات كبيرة نروح هناك وإحنا إلى حد ما نحاول نبقى ند معاهم. فلازم المباريات الودية دي تتلعب إن شاء الله. طيب إحنا لسه مكملين مع حضراتكم فقرة تحليلية مهمة مع محمد جمال بعد هذا الفاصل، خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى، شرفني ونورني في هذه الفقره صديقي العزيز محمد جمال محللنا في رقم 10 للتحليل ما حدث في مواجهه اليوم بين الاهلي والاسماعيلي. اجيمي منور الدنيا حبيبي يا كيمو، مبسوط ان انا موجود معاك كالعاده. كله حلو زي الفل، امورك كويسه؟ سمعت الكابتن جهاد وسمعت الكابتن احمد العجوز؟ طبعا انا عارف ان انت ساعات بتبقى خبير تحكيم وخبير فني ودكتور كمان يا جماعه، راجل صيدلي فبيعمل كل حاجه. يعني الاول عايز اسمع رايك في القصه دي. اول حاجه يعني سواء الكلام اللي قاله كابتن جهاد او اللي قاله كابتن احمد، فهو رايي هو رد على على التعليقين سواء من كابتن جهاد راجل خبيرنا التحكيمي، وكابتن احمد العجوز المدرب العام لي مدير الكره مدير الكره لي نادي الاسماعيلي. كابتن احمد عوز كان بيسال على قانون الكوره، وكابتن جهاد كان بيتكلم على الصوره ان هو ما شافهاش، وده كنا بنتكلم اوف اير يا كريم. قلت لك انه ما فيش حد يقدر يجزم قبل ما يتكلم محمد حسن وقبل ما يطلع اي حد، قلت لك انه ما فيش اي زاويه بتوضح انه جت في ايده ولا ما جتش في ايده. فاحنا دايما بنروح للمسلمات الا وهي انه معلش انا اسف قول لي. ما هو يعني انا همشي على كلامك انت برضو، انا ما بحبش اقول رايي في التحكيم خالص تمام، بس ما هو لو الفار ما بينش ان الكره جت في ايده تمام يبقى هي جول. يعني ما هو صح كده يعني دلوقتي لا ايه الفار دلوقتي ما بينش في الحالتين، انت بتقول اهو، انت اللي بتقول لي انا ماشي على كلامك، جت في ايده ولا ما جتش في ايده، ما جتش يعني ما حدش شايف صح، ما حدش يقدر يجزم صح. ففي الحالتين الحكم هياخد القرار. ايوه هياخد القرار طبقا لرؤيته هو. طب ما هو الحكم كان هو شايف هي اقرب لايه؟ لا الحكم بعد ما راح شاف. ايوه طب ماشي، ما هو بعد ما راح شاف، ما انت بتقولي لما راح شاف طبقا لرؤيته هي يقرب لايه؟ عشان انا بقول لك ما حدش يقدر يجزم، حدش يقدر يقول هي 100% جت في ايده. جيمي انا مش قادر اجزم. حلو تمام، فكمل على قراري الاولاني ولا احسبها لمسه يد؟ انا مش قادر اجزم، انت بتقول لي ما حدش يقدر يجزم حتى الحكم. الفار مش هيستدعيه الا لو عنده راي مخالف. طيب انت الفار نفسه ماشي. قبل بس وقف هنا وقف هنا، انا يعني هات الاعدادات، مشي وهات الاعدادات، الزاويه الجانبيه مش الزاويه مش دي كمل طبعا. كمل وهات لي الزاويه اللي بعديها. بص يا كريم هنا تبدو الصوره ايه، رجع تاني معلش ثواني وهات لي اللي بعديها على طول. بص دي بقى اللي انا عايزها، بس رجع لي دي رجع لي دي الاول. بص يا كريم هنا تبدو ايه، تبدو من الزاويه دي ايه، ما جاتش في ايده خالص، ما جاتش في ايده خالص في الفخذ في الفخذ او في الجنب جول صح كده. طيب هات لي اللي بعديها، هات اللي بعديها على طول، الزاويه اللي بعديها على طول. هنا تبدو ايه، انها لمست ايده. اذا دي الزاويه اللي احمد غندور شافها، اللي شافها كابتن احمد غندور. في الحالتين انا هشوف زاويه بتبين لي ده وزاويه بتبين لي ده، اذا مفيش زاويه جازمه صح. فانا عندي هنا كحكم هحسبها حسب احساسي اللي شفته واقف الصوره والصوره واقفه، اللي هو ساعتها القرار اسهل. خاصه ان في راي الفار مش هيستدعيه من الاساس الا لو كان عنده راي مخالف. لو هو شايف ان هو بيكونفيرم عليه الجول هيقول له جول، مش هيروح للفار. ممكن اسالك سؤال؟ قول لي.
لو الكابتن احمد الغندور شاف الزاويه اللي احنا كنا لسه شايفينها اللي قبل ديت اللي قبلها كان هيحصل ايه؟ وحسبها جول؟ وحسبها جول؟ لا يعني هو لو كان الراجل ما هو المشكله بتاعت الكابتن جهاد اللي انا برضو على فكره بعيده فيها، خد بالك عشان بس الساده المشاهدين يفهموا انه طبقا للقانون وطبقا لاعتراف اللاعب اللي الكابتن احمد العجوز قاله دلوقتي هي الكره مش جول خلاص. هو ده تمام؟ هو ده ردي على قصه واحده واحده هي الكره مش جول خلاص احنا متفقين اهو. بس هو كابتن جهاد خلافه على ايه؟ وهو خلاف بصراحه انا شايفه بارد جدا انه بيحكم على زاويه، انه انت حكمت على زاويه واحده صحيح، كان المفروض يتعدد لك زاويه واثنين وممكن ثلاثه متفق 100%. وساعتها الحكم هو حر فعلا هو ياخد القرار اللي هو عايزه زي ما احنا بنتكلم دلوقتي بالظبط كده. فهو ده خلاف الكابتن جهاد، هو ما بيقولش دلوقتي ان الكره صح ولا غلط، هو بيقول انه كان عمله برضه عشان اكون امينه كريم اللي عمله كابتن جهاد هو فيما يتعلق هنا بقى بقرار كابتن جهاد او رايه في اللعبه ان هو خد الاذر سايد يعني كابتن احمد الغندور شافها من الزاويه دي اللي جات له وقال ان الكره جت في ايده، الكره مش هدف، ضربه حره غير مباشره، ضربه حره مباشره للنادي الاهلي كويس كده. الكابتن جهاد اعتمد على الزاويه الثانيه وقال الراي اللي الناحيه الثانيه وقال ان الهدف صحيح، ده رايه تمام ويحترم طيب القصه بمنتهى البساطه، القانون واعتراف اللاعب يجبان كل الاراء كل الاراء. نجيب القانون اللي كان بيتكلم عليه الكابتن جهاد، نعرض القانون بيقول ايه عشان الناس تبقى فاهمه، لانه حصل خلط زي ما ده بقى ردا على كابتن احمد العجوز كان بيسال هو خلاص يا جماعه الحاله نعرض القانون بقى اللي بيقول عليه اللي كان كابتن احمد العجوز بيتكلم فيه. طب خلينا نشوف بقى القانون بيقول ايه فيما يتعلق حتى لو جت في جنبه وبعدين جت في ايده، لانه في الحالات الدفاعيه القصه مختلفه. المدافع غير المهاجم، المدافع اتفضل اكلم زمايلي في الكنترول الراجل خلاص تخطى الحاله وهو عايز دلوقتي القانون اللي هو كان موجود عندنا خلاص مش يعني الحاله دي خلاص احنا اتكلمنا عنها كتير اتفضل. طيب فالفرق هنا ايه واللي عمل اللغط ايه يا كريم واللي عمل الخلط ايه؟ انه الحاله بتاعت خبطت في جزء من جسمه ثم ارتدت الى ايده او راحت لايده، ده في الحاله الدفاعيه، وده اللي كان بيسال عليه كابتن احمد العجوز او بيعترض عليه كابتن احمد العجوز، انه بيقول احنا كمدربين كوره عارفين ان الحاجات اللي بناخد فيها المحاضرات او الرخص ان احنا بناخد جزء من القرارات التحكيميه وجزء من اللوائح القانونيه فيما يتعلق بهذه الالعاب، انه الكره لما تيجي في جسم اللعيب وترتد لايده اذا هي مش مخالفه. انت بعت لهم نص القانون؟ موجود عشان هو بس بيقول لك مش معايا. لا موجود في الصور في الاخر خالص، في الصور في الاخر خالص يا جماعه الله. فانت لما تيجي تتكلم على قصه ارتداد الكوره من الجسد لليد ده في الحالات الدفاعيه، يعني الكوره دي لو جايه في مدافع وارتدت طلعت بره ما تحسبش ركله جزاء. وحلو ايه بقى اللي بتحسب؟ المهاجم ما عندوش اي اوبشن سواء ارادي او لا ارادي، مصادفه خبطت في جسمه وجت في ايده، طالما الكره جت في ايده وسجلت هدف يتم الغاء الهدف مباشره، ده القانون. واحده 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 انا هلم لك القصه دي كلها. قول لي كده احنا كلنا مش مختلفين، الهدف باعتراف اللاعب خلاص الهدف مش صحيح والقانون اعتراف اللاعب طبعا والقانون. طبعا ما هو طبقا لاعتراف اللاعب وبالتالي القانون فالهدف غير صحيح 100%. انا بس مقتنع تماما بفكره انه الفار ما ينفعش يعيد لقطه واحده، خاصه لو اللقطه فيها انت قلت اهو انه اللقطه فيها شك يعني اللي هو مش طبعًا. مش واضحه جدا طبعا، فاعرض للحكم بالساحه لقطه واثنين وثلاثه وسيبه هو ياخد القرار زي ما هو يقدر زي ما هو عايز 100%. لكن تعرض لقطه في حاله تعمل بيها جدل ليه؟ بس خلاص المؤكد ان هو مش هدف 100%. خلاص اتفقنا على كده، والمؤكد ان في خطا حصل من البار انه ما عرضش الحكم لقطه واثنين. خليني بس هقف هنا هايلايت عشان الناس ما تبقاش فاهمه انه احنا بنتكلم على الحاله دي بس، لا دي بتحصل مره واثنين وثلاثه و110 ان البار بيعرض زاويه واحده، وفي حاله الزاويه الواحده احيانا الزاويه ما بتكونش صالحه ان انا اخد منها قرار جازم بما ان انا استدعيت الحكم قلت له تعالى شوفها، فتعالى شوفها. العمل البار يقتضي انه لو هو من الناحيه الاخراجيه متاح لي جاي له من الفيد او من الكلين فيد جاي له زاويتين جاي له ثلاثه لازم يعرض للحكم كل الزوايا 100%. خلاصه القصه انه طبقا للقانون طبقا للقانون، اتمنى لو كان خلاص هو انت قلت حاجه وكابتن جهاد كان مأكده من شويه فخلاص هي واضحه يعني انه في كل الاحوال في كل الاحوال اذا اللاعب المهاجم الكره لمست ايده اراديا او لا اراديا مرتده من جسده او مباشره الكره لا تحتسب هدف، القصه مختلفه تماما عن المدافع، المدافع لو ارتدت من جسده لايده يستمر اللعب. عظيم جدا. خلصنا التحكيم نخش في الفني. يلا بينا نخش في الفني. سؤال مباشر وواضح، جمهور النادي الاهلي المباراه الماضيه مباراه اليوم مباراه الاسماعيلي ومارسيل كولر نفسه في المؤتمر الصحفي الكل يتحدث عن شيء واحد فقط وهو اضاعه الفرص السهله اللي بتتاح للنادي الاهلي وبعدد كبير في المباريات مهمه او غير مهمه في كل المباريات او معظم المباريات، وان كان الاهلي برضو عشان برضو نبقى واضحين هو اقوى هجوم ما زال اقوى هجوم في الدوري، كان
تقريبا تاني اقوى هجوم في بطوله افريقيا بعد سان داونز يعني. فانت بتتكلم في الاهلي بيسجل، بس انت المفروض الاهلي يسجل اكتر من كده طبقا للاكس جي المعدل الفرص اللي المفروض انه يسجل يعني. طبعا كده فرص المحققه. ايه المشكله والمشكله دي تتحل ازاي؟ طيب خلينا نربطها ان هي جزئيتين، وعلشان ده هو مرتبط بموضوع تاني مهم، الا وهو تعويض حمدي فتحي. كيف يعوض الاهلي او كيف يحاول مارسيل كولر فيما تبقى من الدوري تعويض حمدي فتحي؟ وهو ليه اصلا حمدي فتحي كان بيدخل جوه ال 18 وبيحاول انه يتواجد دايما سواء اساما في الكرات الراسيه او من خلال البنتريشن والزياده العدديه كمهاجم تاني مع المهاجم اللي بيلعب سواء محمود كهربا او محمد شريف؟ خلينا نتفق ان لا محمود كهربا ولا محمد شريف الاثنين عندهم قدرات كبيرة في الكرات الهوائية او في الكرات الرأسية تحديدا. طب ادي جزء، فانا هنا بحاول اعوض حمدي لانه حمدي كان بيحاول يحلل القصة دي جزئيا بانه يساهم بشكل او باخر جوه ال 18 سواء مع حمدي سواء في وجود كهرباء او وجود محمد شريف. طيب لما نبتدي نقول هو بيعوض زي حمدي فهو بيحاول يحل المشكلة جزئيا، ليه يا كريم؟ احنا عندنا جزئين، واحدة مش هيقدر يحلها دلوقتي، الدوري لا زال مستمرا، باب القيد لم يفتح، الاهلي لم يتعاقد مع مهاجم حتى هذه اللحظة، فبالتالي هو بيكمل بالسكواد اللي موجود، اذا هو بيعتمد على شريف او كهربا. كان بيحاول يحل المشكله بوجود مين؟ حمدي، فحمدي كمان ما بقاش موجود، الراجل انتقل خلاص رسميا للوكره، فالراجل مش على قوته، فابتدا يحاول يدور على حلول بديله بالتواجد جوه منطقه الجزاء. هو هنا مش بيحاول يحل مشكله اضاعه الفرص لان دي قصه مرتبطه بوجود مهاجم بكواليتي معينه لسه مش هيجي كده كده الا مع بدايه الموسم. فانت هنا بتتكلم على انه بيحاول يحل المشكله الجزء الثاني اللي هو فقده بغياب حمدي علشان يزود المعدلات، فلما يزود المعدلات هتيجي واحده يسجل منها. صح، ده اللي كان بيشتغل عليه طول السيزون من خلال تواجد حمدي. طب مين اللي بيعمل الادوار دي؟ بيعمل ده من خلال دخول احمد عبد القادر جوه الملعب لو جاهزه معانا حالات التنين عرضها، من خلال دخول اليو ديانج تحديدا. اليو ديانج هياخد وقت لان حمدي ما ظهرش بالكفاءه اللي احنا بنتكلم عليها دي مبكرا، حمدي ظهر بالكفاءه دي بعد فتره من الشغل مع الراجل، وديانج مش هو نفس القدرات بتاعه حمدي. هنلاقي ان ديانج دايما بيتواجد يا كريم في الناحية الشمال عشان يعمل التريش، بص نفس التحركات اللي كان بيعملها حمدي. قصة بقى في جودة الإنهاء أو في جودة ترجمة ده الفرص أو ترجمة ده الأهداف طبعا هتختلف. بص هنا ديانج واقف فين؟ ديانج واقف في المنطقة اللي المفروض بيتواجد فيها الجناح، ما لحقهاش. طيب هل دي بتحصل دلوقتي؟ لا، بتحصل بالثلاث مباريات الأخيرة اللي حمدي ما بقاش متاح عند راجل أو مش كامل تركيزه حتى قبل ما يرحل. ارجع تاني بص للمرة الثانية، ده في التلت ساعة الأولى يا كريم، للمرة الثانية ديانج متواجد فين؟ ديانج متواجد في منطقة الجناح، واللي بينزل جوه الملعب هو يا إما بيرسي تاو يا إما أحمد عبد القادر عشان يعمل يفضي المساحة يا إما العالي معلول أو أليو ديانج إن هو يعمل البنتريشن. كمان بقى يحاول إنه يهرب أحمد عبد القادر وبيرسي تاو الاثنين جوه ال 18 من خلال اختراقات من العمق مش من على الأطراف. بيرسي تاو بيدخل انسايد أوقات كتير بالتبادل مع أحمد، يعني هتلاقي هنا بيرسي تاو هو اللي فاتح ناحية اليمين، هتلاقي تحت لكن الكادر مش معانا ورا كابتن أحمد الغندور هتلاقي أحمد عبد القادر هو اللي داخل، واللي داخل بالبنتريت ده هو محمد شريف في الكرة دي. أنا يعني هنا مش بتكلم على بص أهو بس وقف هنا بص أحمد عبد القادر موجود فين يا كريم؟ موجود عشان يعمل بنتريشن من العمق، تاو بيدخل من اليمين. طب لما بيروح بيرسي تاو بيدخل هو جوه في قلب الملعب، احمد عبد القادر بيفتح على اللف، فهو بيعوض الوجود ده بتواجد اكبر عدد بكثافه هجوميه داخل ال 18 من خلال عمليه الزياده اللي كان دايما بيعملها مين؟ بيعملها حمدي فتحي من خلال ديانج، وبيعمل عمليه الكثافه سواء علشان السكند بول او على منطقه ال 18 زون 14 او خط ال 18 قصه ال 18 كده زي ما بنسميه. بص الاثنين مين اللي موجودين؟ احمد عبد القادر وقفشه. اشكرك واقف على هنا احمد عبد القادر وقفش، فبيعمل كثافه انه حتى السكند بول يخلق فرص، فالراجل عمال طول الوقت بيدور على حلول بديله. الاهلي ما كانش بيلعب بالشكل ده على فكره في بطوله افريقيا، الاهلي كان بيلعب بشكل مختلف في وجود حمدي، في وجود حسين، في وجود تاو، كانت القصه مختلفه. فابتدى الراجل يدور، كمل هتلاقي ان بيحصل البنتريشن مره بديانج مره بعبد القادر، ولو عبد القادر عمل البنتريشن وفتح ناحيه الشمال بقى داخل تاو مكمل مع محمد شريف كمهاجم ثاني. بس وقف هنا ارجع مين ده كريم؟ بيرسي تاو الراجل الجناح اليمين وصل لحد فين؟ نازل تحت في وسط الملعب بيشتغل بلاي ميكر، واللي فاتح هناك كمل اللعبه الاخيره، وهتلاقي شريف بيفتح ناحيه الشمال، عبد القادر بيفتح ناحيه الشمال. هو كان بيحاول يدور على الثغره دي من المباريات اللي فاتت. بص كمل وشوف مين اللي هيكمل. بص عبد القادر جاي الطبيعي ان هو يخش يعمل اوفرلاب، لقى معلول ان هو اللي داخل مكمل على الطرف، هيحاول هو اللي يعمل اهو هيحطها المعلول وهيرجع تاني. شريف هيأخر نفسه، رجع تاني. شريف كان داخل مكمل، بعدين لقى معلول رايح للاند لاين، فلما لقى معلول رايح للاند لاين هيرجع يوصل نفسه تاني عشان يرجع للزون اللي المفروض يعمل له الباك باس او الباص الخلفي علي معلول يعملها لمحمد شريف، لانها ما كانش افضل شيء. هتلاقي انه دايما بص بيرسي تاو الترحيل بتاع بيرسي تاو دايما بيعمله فين؟ هو وقفش. هتلاقي بيرسي تاو اللي كان في وسط الملعب
بيرسي تاو كان في وسط الملعب، خد مكان مين يا كريم؟ خد مكان البلاي ميكر. طب مين اللي دخل فتح ناحيه اليمين مكانه؟ قفشه. الديناميكيه اللي الاهلي بيعملها دي كريدت كبير لمارسيل، كل الراجل بيدور على حلول باي شكل، بيدور على حلول عشان بالبلدي يفنش الموسم الكريم اللي هو بالنسبه له ينتهي بعد 5 نقط ياخدهم النادي الاهلي او مباراتين، او اذا تعثر بيراميدز بالمناسبه امام سيراميكا يوم الاثنين، وارد جدا مباراه الاتحاد اللي هي هتتلعب قبل مباراه سيراميكا وبيراميدز تكون هي مباراه التتويج للنادي الاهلي، حال فوز النادي الاهلي وتعثر بيراميدز امام سيراميكا تكون مباراه الزمالك بعد التتويج حال تعثر بيراميدز. كمل هنا بقى كمان يا كريم، بص هتلاقي انه دايما كمل 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 كمل، لا كملها كملها لقدام كملها لقدام كملها لقدام. بص هتلاقي ان هنا عبد القادر رجع هنا تاني، معلش رجع تاني عشان هنقف عند النقطه دي كتير لما نتكلم على مروان. ارجع ارجع لي تاني من اول الباس بتاع مروان، ارجع تاني تاني، رجعها رجعها على سرعتها. بص يا كريم لما اتكلم على لعيب مركز 6 لعيب مركز 6 اللي هو مروان عطيه، ان عنده الفيجن انه يعمل ده، وهكلمك على ارقام عظيمه لمروان النهارده. مروان يعني لعيب هو تجاوز كل التوقعات اللي كانت محطوطه له، وخد جائزه افضل لاعب في المباراه للمره الثانيه، وهو مش يستحق، ويستحق يستحق كل شيء حتى بعد الاداء اللي قدمه النهارده، قدم مباراه كبيره جدا جدا على صعيد الارقام. على الاقل على الاقل من قائمه من 3 لاعبين في الافضل في الموسم ده لازم مروان يكون واحد. مليون في المية ده رايي يعني طبعا، مليون في المية. وتوهج مروان بيستمر من لعيب موجود في الاتحاد السكندري يا كريم، مع احترامنا الكبير للاتحاد السكندري والجماهير الاتحاد السكندري، للثقه الجماهيري كبير انه بيمثل النادي الاهلي، ينتزع مكان اساسي في ظل وجود حمدي فتحي واليو ديانج، ويلعب هو في مركز 6 ويتنقل اليو ديانج لمركز 8. هنتكلم على مروان تفصيليه، لكن كمل بقى اللعبه دي على عدلتها، هتلاقي انه بص هنا الاستريتشنج غير هنا للراجل الاستراتيجيه. بص يا كريم عامل ستريتشنج، وقف هنا بقى، وقف ثواني، بص مين اللي فتح الملعب ناحيه اليمين اقصى اليمين يا كريم؟ اليو ديانج. غير مكانه بعد اول تلت ساعه، ابتدى الراجل ينقل ناحيه اليمين عشان يعمل عمليه الديناميكيه اللي بقول لك عليها. هتلاقي محمد شريف في ظهره، تاو مكمل فين؟ تاو مكمل كبلاي ميكر هو محمد مجدي قفشه، واحد ناحيه الشمال قفشه، والتاني تاو ناحيه اليمين، علشان التوزيع التحركات توزيعة لعيب النادي الاهلي في الملعب الكلام ده مش صدفه، التحركات دي مش صدفه، بتحتاج وقت طويل، ويعيب اللاعب المصري ويحسب لكولر كريديت كبير هنتكلم عليه في حينه كتير جدا، انه تحركات لعيب النادي الاهلي، توزيع لعيب النادي الاهلي في الملعب يحتاج لمجهود كبير جدا طبعا. خاصه مع لعيب مصري لانه بيسرح دايما، بيروح للمكان اللي اتعود انه يلعب فيه، لا احيانا بيبقى فيه كسل يعني مش بس سرح يعني. مليون في المية وهنتكلم عليه. طيب اللي بعد خلاص خلاص دي النقطه. انا بقى اسالك على حاجه مهمه جدا. النهارده مروان عطية عمل مباراة محترمة جدا، هي مش بس النهاردة، على مدار الموسم. بس أنا النهاردة حسيت مروان كمان هو مش بس لاعب الستة اللي هو بيعرف يقطع كرات وينهي هجمات على فريقه يعني، لا بينقل الكرة بشكل رائع جدا، وش رجل خارجي شغال، كرات طولية شغال، كرات قصيرة شغال، بيعملها بدقة كبيرة كمان. أشكرك يا كريم على السؤال، لأنه هو السؤال إجابة السؤال هي بتحمل جودة اللاعب ده. لا يزال مروان ينثر ذهبا في الملعب. بالنسبة لي مروان مكسب كبير قوي كده، ينثر ذهبا. راجل احب انا مصطلحات جيمي اللي بتترمي في النص دي كده، احبها تعدي مرور الكرام يعني. مروان عطية كريم هو الصفقة الانجح للنادي الاهلي الموسم الحالي بلا شك. الموسم الحالي الموسم الحالي، لانه انت بتتكلم ان ممكن نيجي نتكلم انه في موسم في وقت من الاوقات كان دخول لعيب زي اليو ديانج كان مثل اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، حمدي فتحي الموسم اللي قبله كان بيمثل اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي، لعيبه كتير جدا جدا. دي الخريطه الحراريه ليه مروان النهارده كريم، موجود في كل حته في الملعب. انا دايما بطلق على مروان انه عطيه الله للاهلي، يعني بجيب اسمه واسم والده قبل اسمه دايما، يعني انه عطيه الله مروان هي اهم هديه حصلت للاهلي السنه دي. حلوه، مروان عطيه الله للاهلي. فهو مروان يستحق الكثير يا كريم، يستحق الكثير على ما يقدمه، انه لعيب بيجي من الاتحاد يروح النادي الاهلي ينتزع مكانه ويلعب اساسي، يروح منتخب مصر يلعب اساسي مع روي فيتوريا وينتزع قناعات الراجل وهو اللعيب الاساسي في ظل وجود لعيبه. امام عاشور قبل ما يرجع كان لعيب محترف، طارق حامد كان مقدم موسم ولا اروع مع اتحاد جده، وينتزع المكان ده في وجود كمان النني قبل الاصابه، ان الراجل ينتزع المكان ده ثقه كبيره جدا وشخصيه قبل ما تكون اي شيء. تعالى بقى نتكلم على صعيد الكواليتي، الراجل بيقدم ايه؟ دي الخريطه الحراريه، الراجل موجود في كل حته في الملعب كريم تقريبا، الراجل موجود في كل حته في الملعب وقادر انه يشتغل بالورك ريت ده، وهجيب لك انه قادر يشتغل لحد الدقيقه 94 ما شاء الله يعني. هات لي بقى كمان مروان يا كريم النهارده لما لعيب يلمس الكوره 104 مره في مباراه واحده، 104 تمريره. طب دقه التمريرات كام؟ وقف هنا، دقه التمريرات كام يا كريم النهارده لمروان؟ 94%، ده اولا.
طب الرقم ده رقم عظيم لتوني كروس. لا في رقم مهم جدا انا يعني عشان بس الناس بتقول ايه الحد على مرمى توني كروس. انا اقصد انه دي النسبه جوده التمرير دي نسبه جوده التمرير بتاع توني كروس في اوروبا يعني وقفن. طبعا وقفن. مع الفرق عشان محدش يقول لي الحد قال لك مرمى توني كروس يعني النقطه الثانيه مهمه جدا ما ممكن التمريرات كلها تكون للخلف ما ممكن التمريرات كلها تكون تمريرات السهله حتى بالمناسبه ده صعب مش سهل لكن خليني اقول لك كمان حط فوق ده انه عنده رقم النهارده عظيم جدا جدا جل وقل ما يتواجد في الملاعب المصريه الا وهو الراجل عامل 11 باص طولي دقته كام فيهم 10 من 11 دي صعبه جدا ان احنا عندنا مشكله اصلا في اللونج باص في مصر كلها فانت لما يبقى عندك طب لعيب مركز 6 كمان مش 8 لعيب مركز 6 بيتواجد وانه يبقى الاعتماد كل الفرقه عليه طول الوقت لانه لمس الكره 104 مره فانه يبقى عنده 11 باص طولي فيهم 10 صح رقم عظيم جدا جدا الاكثر انه هو الاعلى استخلاصا في المباراه النهارده فوق كل ده الاعلى استخلاصا ب 12 استخلاص خلال المباراه اعتراضين للكره من تصويبتين للاسماعيلي وعمل 2 انترسبشن غير البلوكين اللي عملهم لمهاجمين الاسماعيلي فبتتكلم النهارده كمل بقى نبتدي نشوف هو مروان عمل ايه وده جزء من كل اللي عمله مروان عشان الوقت بص يا كريم دايما مروان وميزه مهمه جدا عند مروان ما بيعملش فاولات كتيره كريم مروان دايما عينه على الكوره بص هنا رجع تاني مكان وجود مروان بص دي هجمه مرتده على الاهلي يا كريم بص مروان موجود فين ده مروان عطيه اخر لاعب وقف اخر لاعب في فرقه النادي الاهلي بص بقى الميزه الثانيه الوعي بالمكان الميزه الثانيه بقى ايه بص يا كريم وقف هنا وقف مروان ما بيعملش فاولات مروان عينه دايما على الكوره مروان عايز ياخد الكوره مروان قادر انه يعمل ده لانه هي قصه مش انك عاوز قصه انك قادر انك تعمل ده كمل بقى كمل الكره على عدتها هتلاقي استخلاص سليم بنسبه 100% قادر انه ياخد الكوره كمل على عدلتها خد الكوره افسد هجمه مرتده خطيره جدا على النادي الاهلي وهو اخر لعيب لارتداد ما هو عشان يبقى اخر لعيب ده هو ارتد من وسط الملعب عشان يعمل التغطيه كوره بوش رجل اللي طبعا اللي اتحطت في العارضه من احمد عبد القادر الرؤيه انه شايف احمد هناك ما راحش ان هو يعمل عمليه التدرج الطبيعي ويحط الكوره سواء لقفشه الراجل اللي هو البلاي ميكر هنا بص كمان يا كريم كمل وقف هنا لا ارجع من المكان اللي طلع منه مروان ارجع من المكان اللي طلع منه مروان اول ما تبص بص يا كريم مروان عطيه هنا موجود فين؟ موجود على منطقة ال 18. الكرة هنا هتتعمل باس تطلع الكرة كمل ماشي الكرة على عدلتها وبص مروان فين واللعيب اللي هيستلم بتاع الإسماعيلي فين؟ بص في الدقيقة كام يا كريم الكرة دي؟ 94.5 مروان راجع وفرق بينه وبين اللعيب الإسماعيلي 15 متر عشان يعمل استخلاص صحيح وقف هنا بنسبة 100% الراجل لاعب على الكرة رغم إن كان فرق بينه وبين اللعيب الإسماعيلي اللي رايح بهجمة مرتدة اكتر من 15 متر الراجل بيرجع من على منطقه ال 18 بتاع الاسماعيلي السرعه والتمركز والعوده لاماكن التمركز بشكل صحيح ثم استخلاص الكوره بشكل صحيح في الدقيقه 94.5 الراجل بيعمل السبرنت ده وبيعمل ده لقطه مش بس في جوده الرجوع واستخلاص الكوره لقطه تعبر لك على الجوده البدنيه والفنيه والوعي التكتيكي لمروان مروان يسال كلام كتير او اكتر من اللي احنا بنقوله كده الله يفتح عليك شكرا الله يفتح عليك بصوا يا جماعه نادي الإسماعيلي أصدر نادي الإسماعيلي أصدر بيان رسمي حالا دلوقتي أنا هقرأه لحضراتكم لسه جاي لي حالا وهقرأه على طول دلوقتي النادي الإسماعيلي في ضوء ما انتهت عليه مباراة الأهلي والإسماعيلي المؤجلة من الأسبوع 18 وما شابهها من قرارات تحكيمية أثارت جدلا كبيرا في الوسط الرياضي فقد قرر مسؤولو النادي الإسماعيلي التقدم باحتجاج رسمي شديد اللهجة ضد طاقم التحكيم الذي افتقد لمعايير الحيادية في اللقاء وحرص على إلغاء هدف صحيح بشهادة الجميع فضلا عن إغفال ركلتي جزاء وفقا لتصريحات أغلب خبراء ونقاد الكرة المصرية كما يطالب النادي الإسماعيلي بضرورة إجراء تحقيق عاجل مع طاقم التحكيم بسبب الأخطاء التي خرجت عن نطاق الأخطاء التقديرية رغم وجود تقنية الحكم المساعد الفار وتسببت بشكل عام هذا الموسم في فقدان الفريق نقاط عدة على مدار هذا الموسم أزمت من موقفه بجدول ترتيب الدوري المحلي ويؤكد النادي الإسماعيلي على ضرورة تعيين طاقم حكام دوليين في المباريات المتوقعة بمسابقة الدوري نظرا لحساسية الموقف مع التجديد على الوقوف على مسافة واحدة بين جميع الأندية لضمان حصول كل فريق على حقه تعال بقى آخر جزئية دي ركز معايا فيها قوي كما نؤكد أن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن
بشأن الهدف الذي سجله، وأكد كافة خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكرة بيده، كما تصرف الحكم أحمد الغندور وألغى الهدف. معلش هنا بقى، مع كامل الاحترام لنادي، تعالى لي، مع كامل الاحترام للنادي الإسماعيلي وهذا البيان المحترم، منذ لحظات، مش من كتير يعني، منذ لحظات هنحاول نجيب لحضراتكم المداخلة مرة أخرى، الكابتن أحمد العجوز مدير الكرة بالنادي الإسماعيلي قال لي على الهواء، يعني اللي داخل لسه داخل معانا الحلقه دلوقتي، قال لي نصا كده ان محمد حسن قبله ان الكره لمست رجله وبعد كده لمست ايديه ودخلت المرمى. تاني هو هنا البيان بيقول انه محمد حسن ما لمس الكره بايده، وانه الجهاز الفني للنادي الاسماعيلي بيقول ان محمد حسن ابلغهم ان الكره ما لمستش ايده. بالصوت كابتن احمد العجوز على التليفون دلوقتي قال ان محمد حسن ابلغه ان الكره لمست ايده، وبناء عليه طبقا للقانون الكرة أدام لمست رجله ثم إيده ودخلت في المرمى فالكرة لا تحسب هدفا. بغض النظر مرة أخرى، أنا كنت منذ لحظات مع الإسماعيلي في حقه أنه كان الفار لازم يعيد الكرة مرة واثنين وثلاثة، مش مع أن الكرة هدف ولا، أنا ماليش أن أنا أقول، بس كان من المفترض أن الفار يعيد اللقطة مرة واثنين وثلاثة، ده كان رأي الكابتن جهاد جريشة. بس الكابتن جهاد جريشة نفسه بعد مداخلة الكابتن أحمد على العجوز قال أدام الكرة لمست رجله وإيده إذن الهدف غير قانوني، إذن الهدف كان لازم يتم إلغائه. وده برضو جيمي قاله لنا في بداية هذه الفقرة مع كامل الاحترام لبيان النادي الإسماعيلي. حلو كده؟ طيب ناخد اللي بعد كده. يلا محمد مجدي قفشة. الواحد يحب يشوف محمد مجدي قفشة ونوعيد محمد مجدي قفشة في الملعب في أي مباراة مع أي فريق، يعني لمسته حلوة، بيعرف يوصل اللاعبين للجون، بس دايما بحس ان محمد مجدي قفشة مش عارف، يعني زي ما بيقولوا كده، يقفش مكانه في الملعب. اللي هو انا واقف في الملعب انا مش هطلع منه في الطريقه بتاعت مارسيل كولر. ايه المشكله؟ طيب خلينا نقسم نصين، هل هو ظالم ولا مظلوم؟ هل هو كويس ولا هو وحش؟ مما لا شك فيه. أيوة. مما لا شك انه لاعب كويس. لا ده هو، لا هو لاعب، بفرض عليك رايي. لا طبعا، لا انا متفق جدا والله، لا انا متفق جدا ان هو لعيب لعيب ممتاز. لكن هو ليه فقد مكانه؟ هو فقد مكانه لانه لم يكن يؤدي بالشكل اللي طالبه مارسيل كولر. الا وهو مارسيل كولر بيلعب 4 3 3 فهو ما عندوش بلاي ميكر. هو طالب لعيب مركز 8. ممكن يكون عندك ادوار هجوميه اكتر شويه، ممكن يكون عندك ادوار دفاعيه اكتر شويه، مثالين يعني حمدي فتحي ودور الهجوم اللي كان بيعمله، اليو ديانج ودور الدفاع اللي كان بيعمله بشكل اكتر. محمد مجدي قفشه بمنتهى البساطه ابتدى في خلال المباريات الاخيره يعمل جزء كبير من الادوار اللي بيطلبها الراجل، العوده الى عمق الملعب، مناطق اكثر عمقا في الملعب، العوده لاستخلاص الكره مره واثنين وثلاثه خلال المباراه. صح. من بدايه من مباراه الوداد كنا موجودين في الملعب والكل اثنى على اداؤه التكتيكي قبل ما يكون المهاري. صح. او صناعه الفرص، بالاضافه لانه بيصنع بشكل جيد. ايه بقى المشكله؟ القرارات. احيانا عنده مشكله كبيره في القرار، زي لقطه جايبينها النهارده وهنتكلم عليها، ودي شويه اللي اثارت غضب الناس، لكن وانت بتغضب منه ومعاك كل الحق، بص على بعض الحاجات اللي تطور فيها محمد مجدي قفشة خلال الفترة الأخيرة، وأنا منتظر أنه يتطور أكتر من كده، لأنه فيه نفسه كبيرة في مركز 8 بعد إتمام تعاقدهم. تلاقي أدي واحدة، ده استخلاص للكرة. عمرك ما كنت بتشوف محمد مجدي قفشة في المناطق دي يا كريم. الراجل نازل في عمق الملعب بيعمل عملية الاستخلاص، بينزل وبيضغط، ودي الكرة اللي أثارت لغط كتير جدا، وقفالي قبل ما يعمل الباس. وقف هنا، بص يا كريم، الراجل عنده كام أوبشن، كام عنده كام اوبشن نعمله عشان الكره دي تمثل خطوره بشكل افضل من التصويبه السيئه اللي عملها. عنده اوبشن انه يحطها لاحمد عبد القادر، اوبشن انه يحطها لمحمد شريف، اوبشن انه ينتظر عليها ولو ثانيه ويحطها لبيرسي تاو. فعنده ثلاث قرارات افضل بكتير من القرار اللي خده. اسهلهم ان هو يوديها للراجل دفاع الاسماعيلي مكشوف تماما، ان هو يوديها للراجل انفراد، ده احمد عبد القادر انفراد. اسهل قرار كان ممكن ياخده، مش محتاج اي ابتكار، لكن الراجل قرر يكمل لعبه بقى، قرر انه ياخد قرار مغاير تمام. بص كام قرار يا كريم، كام قرار واللعيبه مش في موقف تسلل، انه صوبها بالشكل السيء ده اللي بيثير غضب الناس. لكن كمل لي بقى الالعاب بتاعه قفشه سريعا، يعني يلا بسرعه، هتلاقي انه الكلام اللي انا بكلمك عليه والتطور التكتيكي والواجبات اللي ابتدى ينفذها وبقى عنده مزيد من الحميه ورا بعض بقى الحالات دي عشان اللي بيعملها في الملعب. بص هنا كريم،
ده ما كنتش بتشوف فيه قفشه ابدا صح. بيعمله كانش بينزل حاول يستخلص الكوره ويرجع ويشتغل على وجباته الدفاعيه او التكتيكيه اللي الراجل بيطلبها منه. لكن الناس تنسى بقى لقطه زي ديت ويمسكوا في بس في هو عندهم حق طبعا. بص وادي واحده اهي لما عملها بالشكل الصحيح عملها بالشكل السليم انفراد تام لشريف ما كانش موفق فيها شريف وجات في العارضه كان المفروض انها تبقى حن من كده شويه خاصه انه حطها بشماله بشكل جيد على عكس اتجاه الرجل الثابته لاحمد عادل لكن ما كانش موفق فيها. يا حلوه يا حلوه عشان ساعات بيبقى حنين زياده فما تقولوش حنين فهتلاقي حنين اكتر من كده. فهو كان ممكن تحط يعني هو يعني توفيق فقط طبعا. هو ما كانش موفق فيها لكن اقصد لو دي داخل الجون كان اسيست محمد مجدي قفشه طبعا. فانا شايف انه قفشه مش بالسوء اللي بيهاجم عليه لكن ومحتاج يركز شويه في قراراته اكتر من كده. جيمي كالعاده بتشرف وبتنور كالعاده القعده معاك حلوه. اشكرك اشكرك بشكرك شكرا جزيلا. ده كان لقاءنا مع محمد جمال احنا لسه مكملين مع حضراتكم بعد هذا الفاصل نواصل خليكم معنا. يا اهلا بحضراتكم مره اخرى اكيد حضراتكم جميعا تتابعون ما يحدث في الدوري السعودي الصفقات العالميه اسماء كبيره اسماء كبيره جدا الدوري السعودي واضح انه هيبقى جامد جدا الموسم اللي جاي بالاسماء احنا بدانا بكريستيانو رونالدو تصورنا ان هي الحكايه كريستيانو رونالدو لكن واضح ان الموسم ده هيكون فيه اسماء كبيره وبالفعل في انديه سعوديه وقعت مع اسماء كبيره وكبيره جدا زي مندي وكوليبالي وطبعا كريم بنزيما واسماء اخرى انضمت للدوري السعودي والانديه السعوديه. اللي بيحصل بقى في الدوري السعودي هيقوله لنا نقدان الرياضيان الزملاء الاعزاء ماجد جزر واحمد عسل. ماجد منور الدنيا ومشرف حبيبي يا كريم مبسوط معاك متواجد المره الثانيه ده شرف كبير الكلام على الدوري السعودي حاجه فخر ان انا اتواجد معاك مره ثانيه ربنا يخليك. احمد عسل ايضا صديق العزيز منور الدنيا واتشرف جدا بتواجدك معايا حبيبي كريم مبسوط ان انا معاك ومع ماجد. اخبارك ايه كله بخير؟ تمام الحمد طيب لله. ايه الحكايه انا عايز الاول افهم ايه الحكايه مجموعه كبيره من اللاعبين العالميين لو نقول مجموعه كبيره من اللاعبين العالميين هم مش مجرد لاعبين عالميين هم لاعبي الصف الاول في اوروبا بينضموا للدوري السعودي والكلام على اسماء اخرى كمان ستنضم خلال الايام القادمه. ايه اللي بيحصل في الدوري؟ هو زي ما انت قلت كريم احنا كنا كلنا متخيلين ان رونالدو هي البدايه والنهايه للنجوم في الدوري السعودي ولكن مؤخرا حصل حاجه ما كناش متوقعينها حصل خصخصه الانديه في الدوري السعودي. صندوق الاستثمارات السعودي استحوذ على الاربعه الكبار بنسبه 75% هيدعم كل نادي باربع لاعبين سوبر ستار بس عشان اوضح للناس مش كل الناس تبقى عارفه الاربعه الكبار اللي هم الهلال والنصر والاهلي واتحاد جده تمام مظبوط الاربعه الكبار دول هيدعم كل نادي فيهم باربع لعيبه سوبر ستار من الصف الاول اللي هم اللي زي كريم بنزيما زي كانتي في الاتحاد زي مندي ولسه في نجوم تانية كتير اللي بالي وغير كده كمان في المنيو الاسماء دي كلها اسماء كتير جدا وغير كده النادي نفسه يقدر يشتري نجوم تانية يعني مش الموضوع متوقف على أربعة لعيبة أربعة لعيبة دول من الدولة من صندوق الاستثمارات اللي هو مالك الأندية غير بقى طبعا دعم الأمراء دعم المحبين للنادي يعني الموضوع أكبر من أربعة لعيبة في أسماء كتير جت وفي أسماء كتير هتيجي طبعا كل يوم حرفيا في أسماء جديدة خلاص بقينا نصدق يعني في الاول كنا بنقول لا كريم بنزيما ايه اللي هيروح الدوري السعودي فالموضوع لا بقى خلاص شايف حكيم زياش قريب كمان ياسين بونو كان قريب دلوقتي الكلام على ديخية في النصر يعني اسماء الموضوع بقى كبير جدا يعني كمان وصل لمرحله ان انديه الدوري السعودي هي اللي بتنتقي اللعيبه يعني هي حكيم زياش في قصه وحدوته عليه ان النصر رفضه بسبب اصابه لاعب طلع سخر من الموضوع ده ما تقول لي ايه القصه الحقيقيه في حكيم زياش بص هو القصه الحقيقيه من مصادر يعني مقربه من حكيم زياش هو الموضوع فيه خلاف على بنود في العقد النصر بيضغط بطريقته انه طلع ان اللعيب مش عايز يتعرض يعني اللي كشف طبي وبتاع هو قال لهم انا مش هسافر انا عايز علشان تعملوا كشف طبي عليا في الدوله اللي انا موجود فيها هو تقريبا موجود في المغرب حاليا فقالوا له نعمل في اسبانيا فرفض ففي خلافات على العقد فطلعت اشاعه ان هو مصاب في الركبه هو رد على الاشاعه دي صور ركبته على انستجرام ونزل صوره لا يعني اللي هو بيتحكم عليهم يعني فتشيلسي عايز يبيعه مفيش عرض رسمي وصل لنادي تشيلسي من اجل حكيم زياش غير من نادي النصر فهو تشيلسي بيضغط عليه عشان يبيعه والنصر بيضغط علشان يشتريه بشروطه الخاصه فاللاعب في النص واقف حائر ما بين احمد عايز افهم حاجه
الناس بتفكر في ايه في الدوري السعودي؟ يعني هم عايزين يوصلوا لايه؟ عايزين يوصلوا ان هم يبقوا منافسين لدوريات اوروبيه كبيره زي الدوري الانجليزي والاسباني والايطالي والالماني، ولا هم شايفين انه زي ما بيقولوا زمان كانوا مثلا في الانديه السعوديه والانديه الخليجيه بيجيبوا اللاعبين اللي هو ايه، انا جامد انا بعرف اشتري لعيبه تمام، بس دلوقتي الوضع لا، مش هي مش عمليه جاه وخلاص، ده واضح بس. ده واضح ان هم عايزين يعملوا فرق قويه ومنافسات قويه. مظبوط، يعني هو الهدف واضح، الهدف ان الدوري السعودي يكون واحد من اهم مثلا 5 دوريات في العالم، وده اتقال من اكتر من مسؤول يعني في الدوري السعودي بالاسماء اللي احنا بنسمعها كل يوم بدايه من رونالدو. الموضوع كان في البدايه يعني كان بيبدو غريب شويه كده، اللي انت بتتكلم رونالدو يروح الدوري السعودي، بعدها بقينا نشوف بنزيما، انجولو كانتي، فالموضوع خلاص بقى الموضوع عادي جدا لما تسمع ان اسم اي لاعب في العالم ممكن ينضم للدوري السعودي، فهو هدفهم واضح. بعدين معلش انا اسف المقاطعه، يعني برضو يعني مثلا في تجربه في امريكا وفي تجربه في الصين، جمعوا شويه لعيبه ونجوم، لكن لا، هو في السعوديه هو بيجيب لعيبه في الصف الاول، مش اللعيبه اللي بتعتزل، اللعيبه يعني مثلا بروزوفيتش في منافسه بين النصر وبرشلونه على ضم بروزوفيتش لاعب الانتر، فانا النصر كسب برشلونه في ضم بروزوفيتش يعني بالظبط. شكرا يعني. يعني هو زي ما بقول لك هدفهم واضح جدا، احنا نبقى من اهم الدوريات في العالم، نستضيف كل البطولات الكبرى، وده كمان بيحصل بره كره القدم، يعني احنا بنشوف فورمولا 1 بتبقى موجوده في السعوديه، بنشوف بطولات كبيره بره كره القدم، فبالتالي الموضوع بدا ينعكس على كره القدم، وخطوه كمان ان هو صندوق الاستثمار يستحوذ بنسبه 75% على الانديه السعوديه الكبرى الاربعه الكبار، ده طبعا هينعكس بشكل كبير الموسم الجاي، وبنشوفه حاليا في سوق الانتقالات يعني. طيب اسالك على حاجه اتقالت في الايام الاخيره، يعني انه محمد عبد المنعم عنده عرض من اهلي جده وعنده عرض من اتحاد جدة، هو عنده عرض أصلا من السعودية ولا الكلام ده مجرد كلام بيتنشر؟ تواصلت مع حد يعني مقرب من إدارة نادي الاتحاد، محمد عبد المنعم، إدارة نادي الأهلي. محمد عبد المنعم مش في حساباتهم تماما خلال الفترة الحالية، لكن نادي الاتحاد في حساباتهم، ولكن مش أولوية. هو الأولوية بالنسبة لهم حسان تنبكتي، مدافع نادي الشباب، مدافع دولي، كان موجود مع المنتخب السعودي في كأس العالم قدام الأرجنتين، عمل ماتش خيالي، فهو ده المدافع رقم واحد بالنسبة لهم. يمكن نادي الشباب بيتعنت معهم شوية وطالب مبلغ كبير جدا ومش هيسيبه بالساهل. الاختيار الثاني بالنسبة لهم الدولي المغربي رومان سايس، يمكن ده اختيار أفضل من محمد عبد المنعم، لسبب لأنه لاعب متاح حاليا مجانا، عقده انتهى مع نادي بشكتاش التركي، فده يخلي فكرة التعاقد معاه أسهل. محمد عبد المنعم بقى بيجي الاختيار الثالث، ولكن الأفضلية الوحيدة اللي عند محمد عبد المنعم إن سنه صغير، وفكرة نجاح المصريين، تاريخ المصريين مع نادي الاتحاد تاريخ مشرف جدا، وأغلب تقريبا اللي لعبوا النادي الاتحاد كلهم نجحوا بلا استثناء، بداية من عماد متعب مرورا بحسن عبد ربه وصولا لأحمد حجازي، فكل طارق حامد، كل المصريين اللي لعبوا في نادي الاتحاد كلهم نجحوا، فكل العوامل دي بتخليهم يفكروا في محمد المنعم، بس زي ما بقول لك هو مش اختيار رقم واحد، هو تقريبا الاختيار الثالث ليهم. طيب. لو الاختيارين الأولين فشلوا قد يكون اختيار. انا عايز اكمل مع اتحاد جده، هل طارق حامد واحمد حجازي مستمرين؟ احنا عارفين احمد حجازي اصابته هتطول شويه، وطارق حامد لسه برضه مصاب، والكلام على عودته لمصر. طارق حامد واحمد حجازي مكملين في الاتحاد ولا مش هيكملوا الموسم الجاي؟ هو المؤكد لحد دلوقتي ان تم اسقاط اسم احمد حجازي من كشوفات الاتحاد علشان يقيدوا اللعيبه الجداد او هيفضل مرتبط معاه، هيفضل مرتبط، وده نفس الشيء اللي عمله النصر مع اوسبينا الموسم اللي فات لما اوسبينا اتصاب. فبالتالي الاتحاد هيفضل مرتبط، احمد حجازي مرتبط بعد مع الاتحاد. النادي هيسقط اسمه من الكشوفات لفتره لحد ما يرجع من الاصابه علشان يقيد لعيبه، لان هو حاليا بحجازي عندهم 9 لعيبه محترفين، وطبعا اللوائح في الدوري السعودي بتسمح بثمان لعيبه، خصوصا بعد جوتا اللي جه من سيلتك. فجوتا هيتقيد مكان حجازي لحد ما حجازي يرجع من الاصابه، ويشوفوا مين اللعيب اللي هيمشي بعد كده. طيب ده حجازي. بالنسبه لطارق حامد لحد دلوقتي فهو طبعا تم ابلاغه ان هو خلاص موجود في المعسكر استعدادا للموسم الجديد، لكن موقفه مش واضح بنسبه 100%. لحد دلوقتي طارق حامد موجود، لعيب لعب 24 ماتش من 30 ماتش الموسم اللي فات مع نونو سانتو، ادى اداء يعني ممتاز جدا فوق المتوقع بالنسبه لجماهير اتحاد جده اللي ما كانتش متوقعه كده لطارق حامد، لكن الحقيقه هو اثبت نفسه جدا. يعني حاليا اعتقد ان الاسماء اللي بتنتشر مؤخرا، حتى اخرنا من ساعتين يعني قرينا اخبار عن فابينيو اتحاد جده، في لعيبه كتير بدات ترتبط كمان باتحاد جده غير فابينيو. فاعتقد ان موقف طارق حامد هيفضل معلق لحد نهايه سوق الانتقالات، يعني لو في لعيب اسم قوي زي ما شفنا كانتي انضم للاتحاد، اعتقد ان طارق حامد ممكن يبقى صعب يكمل يعني، لكن حتى الان هو مكمل يعني. عندك معلومه في قصه طارق حامد؟ بالنسبه لطارق حامد، دونو سانتو
هو صاحب الامر الناهي في القايمه والامور الفنيه واداره الاتحاد مدياله الصلاحيات كامله. هو طلب من الاداره انه يصطحب طارق حامد معاه في المعسكر الفريق اللي سيقام في اوروبا على امل خوفا من ان ما يتعاقدش مع لاعب جديد في خط الوسط زي ما قال عسل من شويه. هو ابرز الاسماء اللي بتداول حاليا فابينيو مرشح بقوه للتعاقد مع نادي الاتحاد. فابينيو لعب ليفربول فمرشح بقوه لانضمام الاتحاد. في حاله تعاقد الاتحاد مع اي لاعب خط وسط طارق حامد غالبا مش هيكون ليه دور مع الفريق الموسم الجاي. ده اتحاد جد. بالنسبه للاهلي جد، مين هيجي مدرب بعد بيتسو موسيماني؟ والله في اكتر من اسم يعني. في وكيل لاعبين عرض عليهم كوندي، في برضو ماركو سيلفا مدرب فولهام. حاليا الاسمين دول يمكن ابرز اسمين. إدارة الأهلي شايفة أن هي عايزة تخلص الصفقات الأول، مشغولين حاليا في صفقة محرز، في صفقة ساديو ماني، يمكن دول الصفقتين اللي بتعمل عليهم الإدارة، ثم يشوفوا موضوع المدرب. يمكن هم زي ما قلت لك هو كونتي وماركو سيلفا هم أبرز اسمين مرشحين للأهلي، ومش هيجيبوا أسماء أقل من كده. يعني فكرة أن هم بيرتبطوا بأسماء هنقول مغمورة شوية، مش معروفة شوية في الشرق الأوسط حتى أو في أوروبا، لا هم مركزين ان هم يجيبوا اسم كبير. تفاوضوا فعلا مع جوزيه مورينيو وقدموا له عرض خيالي، بس هو رفض العرض وقرر ان هو يكمل مع نادي روما. عظيم. احنا لسه مكملين هذه الفقره مع ماجد جزر واحمد عسل بعد هذا الفاصل، نواصل، خليكم معنا. طيب بالتالي يعني كابتن احمد على بعض الصفحات وبعض المواقع في كلام منسوب لمحمد حسن انه بيعترف ان الكره جت في ايده، هل سالته هل الكلام ده صحيح اصلا ولا كلام خاطئ؟ يعني ممكن يكون ال 12 كلام خاطئ يعني. انا سالته انما جت في رجله جت في ايده، فاهم انت؟ جون برضه يعني الناس كلها شايفاه. كان هو انت لعيب يعني اصدق واحد، انما طبعا ما بقاش عارف الدنيا فيها ايه. هو محمد كابتن احمد، هو محمد حسن قال لك جت في رجلي وبعد كده في ايدي. ايوه طيب، ما دي بقى في قانون الكوره كله. يعني احنا ما بنعرفش حاجه في القانون. اللي بنمتحن فيه وبناخد الرخص عليه ما بنعرفش حاجه. احنا سايبين القانون لاهل القانون. القانون بيقول ان الكوره من رجل اللاعب لايده ما فيهاش حاجه. لان هو التشريع هيعمل ايه؟ الكوره قريبه هيعمل ايه؟ انما انا بكلمك في منطق الكوره، بمنطق واحد لاعب كوره كابتن كريم. طبعا ان الكوره تروح بالقوه دي لا يمكن تبقى جت في ايده. مش ايده بس يعني، مستحيل تبقى في ايده بس، صح؟ لا اتفق معاك، او ايده الاول، ايده الاول هتنزل. انت فاهمني؟ لو جت ايده الاول هتنزل تحت. انما لما تيجي ولمست ايده مفيش مشكله، انما لما انت تهد الكوره من زرع. حتى مع تاج اعاده التلفزيون، يعني احنا شفناها اعاده التلفزيون، انت فاهمني؟ في الملعب الكوره مفيش اي حاجه خالص. طيب دي الكوره اللي انتم شايفينه، او ده كلام اللي الكابتن احمد العجوز قاله، يعترف انه محمد حسن قال له ان الكره لمست ايده بعد رجله. في بدايه حلقتنا النهارده انا حبيت اعيدها لحضراتكم لسببين. اول سبب انه بيان النادي الاسماعيلي بيقول انه اكد الجهاز الفني لفريق الكره بالاسماعيلي اخر باراجراف بقياده الكابتن حمزه الجمل نفى ما نشر على لسان لاعب الوسط محمد حسن بشان الهدف الذي سجله، واكد كافه خبراء التحكيم صحته وعدم لمس الكره بيده. كابتن احمد عجوز بيقول ان محمد حسن ايوه ابلغه ان الكره جت في رجله وفي ايده. انا عدت لحضراتكم المداخله دي، كانت في اول الحلقه، عشان قال لي انه الكابتن احمد عجوز طلع وقال انه محمد حسن قال له ان الكره ما لمستش ايده، بس انا حبيت اوضح او اكد لحضراتكم ما قيل بغض النظر عن اللي بيحصل كله يعني. بس احنا عرضنا لحضراتكم الصوره كامله، كلام الكابتن احمد عجوز وكلام الكابتن جلال جريشه قبله، وبعد كده بيان النادي الاسماعيلي. لسه مكملين مع ماجد جزر واحمد عسل. اشرف بن شرقي، ايه حكايته بقى؟ اشرف بن شرقي مكمل مع الجزيره، ماشي من الجزيره الاماراتي، هيجي الدوري المصري، هيجي الزمالك، هيجي اي حكايه؟ احنا فين في وضع اشرف بن شرقي؟ هو المؤكد ان اشرف بن شرقي نادي الجزيره بيحاول يشوف له اي عرض علشان يمشي من الفريق السيزون ده، حتى لو على سبيل الاعاره، مع تحمل الفريق اللي هيضمه الراتب بتاعه. اللي عرفته من حوالي كام ساعه ان اشرف بن شرقي قريب جدا من الانتقال للدوري السعودي.
أصلاً. في مفاجاه كبيره يعني اصلا بالظبط. ده انت يعني بص يعني انت عملت المنتدى من بعيد قوي بالظبط كده. اشرف بن شرقي ممكن يروح الدوري السعودي، ممكن بنسبه كبيره يروح الدوري السعودي لاحد الانديه المشاركه في دوري ابطال اسيا، وهو نادي الفيحاء السعودي. فيحاء اصلا كمان مش من انديه الصف الاول بالظبط كده. فالفيحاء هيشارك في دوري ابطال اسيا السيزون اللي جاي، بيحاول يضم لعيبه جيده تكون اضافه ليه في دوري ابطال اسيا. في كلام كبير وكلام قوي وقريبين جدا من الاتفاق مع اشرف بن شرقي ان هو يكون موجود ويرجع للدوري السعودي في تجربه ثانيه. مفاجاه المفاجات دي هي مشكله اشرف بن شرقي في مرتبه. يعني في الجزيره بياخد 2.5 مليون يورو، فده مرتب كبير جدا ان نادي في مصر يدفعه. خلينا نتكلم بصراحه، نادي حاليا يدفعه صعب، لكن الدوري السعودي قد يكون الواجهه الانسب والواجهه الافضل من الناحيه الماليه، ومن الناحيه زي ما قال احمد الفريق هيشارك السنه الجايه في دوري ابطال اسيا، فبيكون لعيبه عندها خبرات. وزائد كده ان اشرف ما اثبتش نفسه مع نادي الجزيره الاماراتي، ما اداش الاداء اللي كانوا متوقعين منه، لذلك هم عايزين يتخلصوا منه فعلا. هم ما عندهمش اي مانع يبيعوه في حاله وصول عرض مناسب ليه، يعني صحيح. نادي نادي الجزيره منفتح على بيع اشرف بن شرقي لاي نادي، صحيح. فهو الدوري السعودي الانسب منطقيا يعني. غالبا. ماجد انا بشكرك شكرا جزيلا، شرفت حبيبي يا كريم، ربنا يخليك. احمد شرفت ونورت، بشكرك شكرا جزيلا. ده كان ختام حلقتنا النهارده من رقم 10، يا رب تكونوا استمتعتوا معانا، اشوفكم يا رب على الف خير.